عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي. النهاردة يوم مختلف لأنه منتخب مصر وتونس في مباراة كلها فوائد بالنسبة للكرة المصرية والمنتخب المصري بالتأكيد، بفوز مستحق على منتخب تونس 3-2. يعني حاجات كتير جدا تفيد الكرة المصرية، والحقيقة يعني تطور كبير جدا سواء على المستوى التكتيكي أو الفني أو حتى تقدم بعض المستويات لبعض الأفراد زي تريزيجيه اللي بيحرز النهاردة هدف للمرة الثانية على التوالي، أو عمرو وردة اللي بيعمل أسيست ثلاث مرات أو ثلاث أهداف في مباراتين متتاليتين. يعني كلها من كل الاتجاهات فوائد فوز مستحق لمنتخب مصر على منتخب تونس. الأشياء الخاصة بالتفصيلة الفنية وكل الأمور الخاصة بالمباراة مع نجومنا وكابتننا كابتن حماد الصيدي. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد، ومبروك لمصر النهارده. مفوز مستحق يا كابتن. اكيد طبعا، يعني مبروك لمنتخب مصر المحافظه على الفوز، يمكن رابع فوز على التوالي مع مستر اجيري. اختبار قوي النهارده، اختبار جيد لمنتخب مصر، اكيد هيفيد مستر اجيري بشكل كبير جدا الاداء النهارده في السلبيات والايجابيات. يعني كابتن حشيش مبروك. ازيك يا ابو سيد؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. طبعا مبروك لمنتخب مصر وتفوق الكرة المصرية النهارده اللي كنا محتاجينها. كابتن بلال مبروك. ربنا يخليك كابتن سيد. الحمد لله بالسلامة. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. كله تمام. طب تتفقوا معايا ان الموضوع بقى مختلف شوية؟ عندنا بعض التحفظات في بعض يعني اجزاء من المباراة، وده وضع طبيعي، يعني انت مش هتتسيد المباراة من الدقيقة الأولى للدقيقة 90، ده وضع طبيعي جدا. لكن الحقيقة أنا بشوف حاجات كتير جدا إيجابية، منها على سبيل المثال تغيير فكر كوبر اللي كان راجل بيعتمد على سياسة معينة هي سياسة النجم الواحد، رغم إن صلاح هو اللي ادانا الفوز المستحق النهاردة أو كان له البصمة الأخيرة، لكن في حلول متنوعة عكس أيام كوبر. في ضغط على مستوى اللعب الجماعي وخصوصا في الحاجات العاليه، من الاشياء من عاليه، في تطورات في بعض اللعيبه، في عناصر جديده مميزه، في لعيبه ناشئه يعني صغيره في السن بتعتمد عليهم وبتديهم الخبره. الثلاثه غيرات النهارده مكونه من صلاح محسن وعندك محمد محمود وطاهر محمد طاهر، الكل مواليد 97 يا كابتن محمد. 98 و98 92 97. فده التجديد اللي هو بيتكلم عنه مستر اجيري. النهارده يمكن طريقه اللعب اختلفت عن الثلاث مرات السابقه لاختلاف الخصم. طبعا تونس فريق قوي جدا برغم الغيابات الموجوده عنده، ولكن فريق قوي قدر يمكن يحرج منتخب مصر في اوقات كتيره جدا. القوه الدفاعيه عامل حساب تريزيجيه ومحمد صلاح بشكل كبير جدا، يمكن كان بيلعب بدفاع مركب جامد على اطراف بشكل كبير. يمكن بدأ مستر اجيري بالمباراه 4-4-1-1، كان في مروان وصلاح واحد تحت واحد، وتغييرات كتير حصلت اثناء المباراه لما لقى الضغط كبير على محمد صلاح وقافلين الاجناب. احنا نجحنا بشكل كبير في الشوط الاول في الاطراف، اشتغلنا من عند محمدي وورده لما كان بيلعب على الطرف، اشتغلنا من عند ايمن اشرف وتريزيجيه، كانت جبهتين اقوياء جدا قادرين نوصل بشكل كويس. وده الاجابات اللي كانت موجوده النهارده في منتخب مصر. اوكي. غير الشكل اللي كنا بنلعب فيه الثلاث ماتشات اللي فاتت، الثلاث ماتشات اللي فاتت كنت بلعب خصم ضعيف، بتطبق حاجات كتيره جدا، غيرت اثناء المباراه طريقه اللعب، بتلعب ب 3-4-3 ماتشات كتيره اثناء المباراه، قلبتها 4-4-2. النهارده يمكن كان في ما لعبتش بالثلاثه ورا خالص، انت يمكن كان في خطا في الهدف الاولاني في التغطيه لما هعمل عليك هجمه مرتده، قدر التغطيه العكسيه كانت محمدي يمكن كان فيها بطء شويه بتاخر فيها. طبعا لعيب قوي جدا اللي هو نعيم السليتي، لعيب رائع، يمكن وهاب الخسري كراس حربه النهارده ما بيلعبش راس حربه، هو بيلعب صانع لعب يوسع مساحه بشكل كويس في العمق عندنا اللي كان فيه المشكله. عندنا مشكله منتخب مصر النهارده الحاجات السلبيه في التماسك الدفاعي في عمق الملعب، عمق الملعب كان فيه مشكله كبيره، يمكن وهاب الخصري استغلها بشكل كويس في التحرك، وكان بيقطع من تحتيه السليتي بيشتغل بشكل كويس. يمكن هم كان عندهم تنظيم دفاعي قوي جدا، الخطوط كلها كانت قريبه، كان بيخسر الكره بتلاقي العشره كلهم ورا الكره، ويعتمد على السرعات والمهاره الفرديه وقوه الاستحواذ بتاعه منتخب تونس، اشتغل بشكل كويس. قدرنا احنا برضو في اوقات كتيره نقدر نوصل للهدف بشكل كويس، لكن هو كانت خطورته يعني كل هجمه مرتده بيعملها فيها خطوره كبيره جدا، ويمكن اكتر من كره يمكن طلعها الشناوي، الدفاع تصدى لبعض الكور، كان في اوقات كتيره في خطوره على مرمى منتخب مصر.
ولكن عندنا ايجابيات هجوميه واضحه في الملعب بشكل كويس. تريزيجيه النهارده بقول نجم نجم اللقاء رائع طبعا. بتضحك ليه؟ لعيب كويس جدا طبعا. يعني قلنا عايزين تريزيجيه ده يبقى موجود في الدوري الانجليزي، موجود في الدوري الاسباني، الدوري المصري. لا الدوري المصري. الدوري المصري. لا الدوري المصري عايزينه في حته يعني هو يقدر يلعب في اي دوري في العالم. ده حقيقي. بس خلي بالك كابتن حماد برضه تريزيجيه عنده مقومات وصفات هايله جدا، محتاج بس عارف اللي هو ايه؟ عنصر التوفيق في نادي صح. كبير شويه صحيح. يبقى مع يعني هو عايز وكيل اعمالي يحركه كويس، يديله عرض كويس قدام الناس. طيب نذكر الناس يا سمير بعد اذنك كده بالاجوال وكمان والتشكيله. قبل التشكيله اذكركم بالاجوال، يمكن نعيم السليتي زي ما ذكر كابتن حماده صدقي قال ان هو احرز الهدفين في الدقيقه 13 والدقيقه 72، وكان محمود تريزيجيه احرز هدف الاول لمنتخب مصر في الدقيقه 33 كان هدف التعادل، وباهر المحمدي بيحرز الهدف الثاني في الدقيقه 59، وكان ابو صلاح ب 1 2 مع صلاح، يعني اثنين صلاح النهارده هم اللي ادونا التميز، سواء كان صلاح محسن بال 1 2 اللي عمله مع محمد صلاح رائع جدا، واللي احرز بيه محمد صلاح بخبره السنين بقى وموهبه السنين، والنهارده كمان محمد صلاح بيتفوق على ابو تريكه في عدد الاهداف. ابو تريكه كان وصل للرقم 38 من الاهداف اللي سجلها دوليا في المباريات الرسميه الخاصه بمنتخب مصر، النهارده ابو صلاح بيوصل للهدف 39 يعني بيجي قبليه على طول كابتن شاذلي الله يرحمه ب 42، وطبعا يعني كابتن حسام حسن في المقدمه ب 69 هدف. تشكيله منتخب مصر وتشكيله منتخب تونس النهارده عشان نذكركم بيها، في البدايه محمد الشناوي اللي كان له دور رائع جدا ان المباراه تخرج بكده، وخصوصا بعد انفراد ممتاز جدا جدا كان انقذه محمد الشناوي، ايمن اشرف باك ليفت، احمد المحمدي وباهر المحمدي واحمد حجازي، محمد النني وطارق حامد، تريزيجيه وعمرو ورده وصلاح ومروان محسن. ده تشكيله منتخب مصر. في الشوط الثاني اجرى اجيري ثلاث تغييرات بصلاح محسن مكان مروان محسن في الدقيقه 67، ومحمد محمود مكان طارق حامد في الدقيقه 75، واخيرا طاهر محمد طاهر مكان عمرو ورده في الدقيقه 85. تشكيله منتخب تونس فاروق بن مصطفى وديليان واسامه الحدادي ورامي البدوي، رامي البدوي ده تتذكره بالتاكيد يعني، وياسين مرياح لعب كويس على فكره، سيرد باك كويس جدا جدا بتاع الصفاقس التونسي، وفرجاني ساسي لاعب طبعا لاعب نادي الزمالك، والياس خيري وايمن بن محمد كان بيلعب ثالث النهارده عشان يوقف الجبهه بتاعت محمد صلاح ناحيه الشمال، وسيف الدين خاوي ونعيم سليتي ووهب الخزري زي ما قال كابتن حماده صدقي. في الشوط الثاني لعب فخر الدين بن يوسف مكان سيف الدين خاوي، وباسم السفري مكان اسامه الحدادي، وفرجاني ساسي في الدقيقه 92. اوكي طب استاذنك كابتن حشيش قبل ما اعرف رايك واخد راي حضرتك، خلينا ناخد تليفون مهم جدا، واحد من الناس اللي عامله دور هايل جدا جدا في حراس المرمى مش النهارده بس، حتى من فتره طويله سواء كان على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات. كابتن ناجي مساء الفل. مساء الخير عليك، وطبعا بتكلم عليك وعلى حماده وعلى كابتن وعلى كابتن بلال. مبروك يا ناجي. الحمد لله كابتن حماد. الحمد لله. مبروك حبيبي. كابتن ناجي فوز مستحق بشكل رائع جدا النهارده، الحقيقه تطور رهيب جدا على المستوى التكتيكي، حتى يعني في بصمه بتتعمل، في شغل كويس، في ضغط عالي، ما بقتش يعني مع طبعا مع امكانيات صلاح وخبره صلاح وموهبه صلاح وقدرات صلاح واسم صلاح وكل حاجه، لكن منتخب مصر عنده حلول متفرقه، عنده حلول متنوعه، وده حاجه كويسه جدا يعني حتى على مستوى حراس المرمى، وانقاذ هايل جدا ورائع جدا لمحمد الشناوي في الاخر. كلمني على اللقاء من وجهه نظر كابتن ناجي. الحمد لله مباراه مسرفه واداء مسرف. تغييرات نزلت لعيبه صغيره في السن وادوا اداء لعيبه كبار يعني مثل محمد محمود ولا طاهر وكل اللي نزلوا يعني اللعيبه كلها والبنت واللي بره التسجيل وكل الناس كان راح قلبها على قلب بعض، وهو ده مهم جدا. طيب كابتن ناجي يعني في لغه او في طريقه حوار مثلا ما بينك وما بين حراس المرمى، يعني الناس تهمها تعرف الكلام ده، هل مثلا بيبقى في تواصل اثناء اللقاء؟ يعني نعرف ان المدرب او المدير الفني او المدرب العام بيبقى متواصل مع بقيه الفرقه، لكن حارس المرمى مع مدرب حراس المرمى اتفضل. عندي في تواصل في بوزيشن في اوردرات للعب تحت او اللعب على الجناب او اللعب الطويل، كل حاجه كل دقيقه بتتغير وكل دقيقه بتشوف الجيم محتاج ايه، ومن خلاله بنلعب يعني التكتيك اللي بنحط عليه، كان هم ضاغطين من الاول في من اول ملعب متغاضي من الثلث الاخراني، فكنا بنلعب الكره على الجناب في الملعب لمحمدي او
لايمن او عند مروان، عشان مروان بيلعب دفاعه كويس، او اذا كنا محتاجين لان الكونتر اتاك عملها كويس قوي النهارده، كمان عمل واحده لصلاح. دوره كان واقف في كوره، عمل انقاذ المباراه، انا في رايي انقاذ المباراه يعني. بدل ما هتبقى 3-2، بدل ما هتبقى 3-2 لتونس بقت 3-2 لمصر. بالظبط بالظبط، عمل انقاذ المباراه، والحمد لله ببارك لكل اللعيبه وببارك لكل الجهاز وكل الناس وببارك لكل المصريين طبعا. المباراه مشرفه مشرفه بكل معنى الكلمه. كلام جميل. طيب برضو عايز اعرف ده، لان ده يهم جدا الناس، يعني هل التواصل ما بين المدرب وحارس المرمى بيبقى على طول في ال 90 دقيقه، ولا في كور مؤثره بس، ولا في الهجمات اللي على المنتخب او الفرقه؟ لا، بتضغط طول ال 90 دقيقه، بتعمل له اوردر في بعض الاوقات يعني، عشان يبقى يلعب براحته، ولا في بعض الاوقات بتشوف انت في تغييرات حصلت في الملعب او في شكل تكتيكي حصل من الفريق المنافس، وعلى اساسه انت بتاخد قرارات تبلغ خارج لكن لا. الحقيقه خطوات كويسه، يعني مستوى فني متدرج للصعود يعني، ودي حاجه كويسه جدا. يعني زي ما انا قلت وشرحت كده في البدايه، ممكن يبقى في مباراتين كانوا مع مستويات اقل شويه، لكن النهارده تونس بقى ما بتلعبش بفلان، تونس ما بتجيبش ما اعرفش مين، مش فارقه معايا خالص، انا بتكلم على الاسم والشخصيه والتاريخ. تونس فرقه محترمه جدا جدا جدا، وعندها بجد رائعه، ومباراه كره قدم حقيقيه يعني. طيب انت كابتن، انا في شكل دون كنت ممكن اجيب اجوان. عايزين بقى نقول اللي بيننا للناس، انت دلوقتي مذيع وبتاع وكلام كده. ايه بتقول ايه؟ بتقول يا كابتن؟ دلوقتي انت مذيع وراجل ليك وضعك وكلام، مش عايزين هو انا اللي قلت، انت اللي بتقول. مش عايزين نخش في المواضيع الخاصه اللي بيني وبينك. ماشي. كابتن ناجي شرفتنا والف مبروك. شكرا سعيد، وكلمنا على كل الناس في العالم. الله يسلمك. شكرا كابتن. عارف الموضوع ده؟ دي لا عايز اعرفها. مش عارف؟ لا مش عارف. هو جنبي رايح يتفرج على واحد صاحبه مدرب. مدرب. فكان تخن شويه كده وبتاع. فالشوط الاول انتهى 1-0 للفرقه اللي ضد صاحبه. فصاحبه بقى يعني داخل بين الشوطين، المفروض هيوجههم يعني. فقال لهم دي فرقه دون، ده فريق دون، ده انا بكش دون اجيب جوان. ده انا بشكل دون اجيب جوان. فهو عارفها. كابتن حشيش، نرجع للمباراه. يعني في حاجات كتير جدا ايجابيه بالتاكيد، في ملحوظات. ناس كتير كانت واخده على الراجل مثلا ان انت بتلعب مع فرقه اقل في المستويات اللي فاتت، لكن النهارده بتلعب فرقه برضو عندها اسمها ومكانتها ومتصدره المجموعه. صحيح احنا مش الاول، خلي فكره عشان الناس ما تفهمش غلط، صحيح احنا متساويين مع تونس، واحنا اكتر من تونس في الاهداف، لكن اللقاءات المباشره، لكن اللقاءات المباشره. وعايز اقول لكم على معلومه برضو، النهارده باهداف النهارده يا بلال، يا كابتن حشيش، كابتن حماده، احنا بقينا اكتر فريق في التصفيات كلها، في التصفيات كلها، في المجموعات كلها، تمام؟ احرز اهداف، احرز اهداف، احنا جايبين 15 هدف. عايز اقول ان المباراه طبعا كانت مهمه النهارده لمنتخب مصر. طبعا ما كانش هتاثر على التاهل، كده كده يعني منتخب مصر ومنتخب تونس متاهلين لامم افريقيا 2019. انما كان يهمك الناحيه المعنويه انك تكسب فريق وفريق كبير لعده اسباب. اول حاجه طبعا الكلام اللي كان بيتقال، والجهاز الجديد لسه ما قابلش فرقه قويه، طبعا ده اول احتكاك قوي مع فرقه ليها اسمها، ما كسبتهاش من 2002، فكان مهم قوي ان انت برضو تكسبها على ارضك. 16 سنه عشان في مباراه رسميه، عشان برضو ما حصلهاش لبس، احنا كسبناهم في مباراه وديه وكان اخرها مروان، انما قبل كاس الامم اخر حاجه في الرسمي كان 2002. صحيح. فكان مهم قوي النهارده انك تكسب عشان برضو تكسر الحاجز النفسي. برضو بدايه لاجيري كويسه ان هو يكسب فرقه زي تونس على ارضه. المشكله اللي كانت في البدايه، بس كانت بدايه متوسطه من منتخب مصر لغايه احراز تونس الهدف في الدقيقه 13 طبعا من نعيم السليتي، كانت نقطه تحول بالنسبه لمنتخب مصر. الربع ساعه الاولانيه دي ما حسيناش باي خطوره لمنتخب مصر على المرمى، ما فيش حتى اي حاجه. ده الهدف الاول، ده الهدف الاول بتاع تونس يا كابتن. طبعا الهدف الاول بتاع تونس جه نتيجه برضه لخطا دفاعي، وعايزين نتكلم في النقطه دي يا كابتن سيد. يعني برضه الدفاع عنده مشاكل في يعني الهدفين عن طريق اخطاء في الدفاع باينه قوي. يعني الكره الاولانيه دي اللي جت جون، الراجل راس الحربه نزل بالمساك واتلعبت في القلب طبعا،
وفي مشكله كمان التغطيه العكسيه من المحمدي كانت متاخره وفضل يحلق على الراجل ما بقاش قريب منه وسمح له ان هو طبعا يشوط. كذلك برضو الهدف الثاني كان برضو نتيجة لخطأ برضو دفاعي والتمركز كان غير صحيح. المباراة النهاردة تحس ان في تغيير في شكل منتخب مصر عن الفترات اللي قبل كده السابقة. صحيح. احنا كنا بنعتمد قبل كده على محمد صلاح الكور الطويلة، دلوقتي بقى في زيادة عددية من طبعا لعيبة منتخب مصر. شفنا كمان جبهات ايمن اشرف وتريزيجيه مع المحمدي ومحمد صلاح في الناحية اليمين، كذلك برضو تكملة عمرو وردة، والنين النهاردة الحقيقة كان على مستوى عالي جدا في التكملة تكمل، وده خطأ واحد بس كان عنده طبعا الحتة الأخيرة اللي اتأخر فيها مع حجازي، إنما كان بيكمل وكان إيجابي على المرمى، حسسك بالناحية الضغط الهجومي، وزاد طبعا في الشوط الثاني. الشوط الثاني تحول كامل لمنتخب مصر، في سيادة وفي سيطرة وفي طبعا استحواذ جامد. طبعا الكره الجون اللي جيت برده نتيجه خطا، يعني في ظل ما منتخب مصر عامل ضغط هجومي على منتخب تونس بتترد كره يعني ملهاش اي لازمه يحرز منها الهدف. يمكن بس انا باخد على الفرقه النهارده ان انت خلال الضغط الهجومي في الحاجات المرتده كانت بتبقى صعبه على منتخب مصر. يعني شفنا طبعا الشناوي طبعا جايب كرة صعبة من انفراد صعب جدا جدا، يعني رجع حسسنا بقيمة الشناوي اللي قبل كده. الجزئية دي بالتحديد لازم تتعالج، الأخطاء الدفاعية مع برضو حتة الهجمات المرتدة مع برضو بعض فترات الشوط الثاني كان في عدم ضغط على لعيبة تونس، ولعيبة تونس كانت بتجيد طبعا الاستحواذ ونقل الكرة الصغيرة. إنما في مجمل المباراة طبعا مكسب كويس لمنتخب مصر خلال الفترة دي، صحيح ما بقاش في الصدارة، إنما أعتقد إن ده ممكن يفرق برضو في تحسين ترتيبه الإفريقي. طيب كابتن بلال أوريك بس الصورة، طبعا إحنا ما عندناش الحقوق يعني، ف سمير بعد إذنك هات لي الصورة بتاعة الهدف تاني، تمام؟ الخطأ هنا فين؟ يعني أنت بص عندك منتخب مصر تحت مستوى الكورة، سيبك من الاثنين بتوع تونس اللي هناك دول اللي هم على الطرف اللي هناك دول مش مشكلة، أنا بتكلم على تحت مستوى الكورة في ستة يا بلال، في ستة لعيبة، الخطأ فين هنا؟ بص اولا الخطا الاول عند باهر المحمدي، واعتقد هو الاستوبر الموجود او المساك الموجود، صحيح يعني الكره اولا من نص الملعب وانت سايب شايف الفرود اللي موجود هو بيتحرك هو في ظهرك وانت بس باصص للكره، ودي قافه الكره المصريه وقافه المدافعين المصريين ان هم دايما على طول يعني عينه بس على الكره مش عينه على الكره واللعيب، انت في موقف يعني مش محتاج ان انت تبص عليه لان في مسافه كبيره بينك وبينه وفي كمان اثنين لعيبه موجودين يقدروا يعملوا عمليه الضغط دي، فهو كان لازم يبص بعينيه، لو بص بعينيه اعتقد انه ممكن يعمل عمليه التاخير شويه، هو ممكن ياخر نفسه شويه او يضم شويه على المهاجم بتاع تونس. برضو المحمدي بعيد شويه كره اولا بعيده، فطبيعي جدا لما تلاقي ان حجازي راح ناحيه اليمين ده بطبيعه الحال لازم انت تكون المساك الثاني، يعني طبيعي لازم احمد المحمدي يكمل هو المساك الثاني ويبقى واحد بيعمل عمليه التغطيه والثاني هو اللي بيمسك المان اللي موجود عنده. عشان كده انا شايف ان هم دول الخطأين اللي موجودين طبعا في الكوره، يعني بالاضافه انك انت النهارده لعيب بيجي في نص ملعب يا سيد وما فيش اي ضغط عليه من الاثنين اللي موجودين في نص ملعب، يعني الاثنين موجودين سواء اذا كان اللي في الصوره ده تقريبا الناحيه ده النني اعتقد النني ده يعني بعيد برضو عنه ما اعرفش موقعه بالظبط، موقعه في الكوره بعيد عن اللعيب، يعني الكره تقريبا واضح ان هي اتلعبت من ناحيه اليمين، جت من ناحيه اليمين اتلعبت في نص ملعب، لعبها واحده من ورا باهر المحمدي اتسجلت هدف. حتى كمان في الكره نفسها لما تيجي تبص على اللقطه اللي بعد كده هتلاقي ان كمان المحمدي مأخر نفسه ما بيضغطش على اللعيب، الكره اللي زي كده ما ينفعش تبقى كابتن عمال ترجع بظهرك وتدي فرصه للعيب يبقى عنده اكتر من اختيار ان يشوط، اختيار ان يرقص، اختيار ان هو يستنى واحد من المهاجمين او واحد من لعيبه نص ملعب يجوا، هو خلاص اداله الاختيار الامثل اللي هو ان انا باخر نفسي لحد ما دخل ال 18 وكانت سهله بالنسبه له ان هو يسجل الهدف يا سيد. كهدف طبعا كله اخطاء من المدافعين بتوعنا، من التمركز، من عدم الضغط في نص ملعب، من عدم الضغط من المحمدي، من كمان عدم المراقبه وعدم الرجوع بتاع باهر المحمدي مره ثانيه، يعني الكره لما راحت للمهاجم وبقى واحد على واحد ضد احمد المحمدي كان ممكن برضه باهر ويكمل عمليه الضغط دي، لكن هو برضه وقف وساب واحد على واحد ضد واحد، ودي بتبقى اسهل حاجه بالنسبه للمهاجم ان هو يقدر يسجل هدف في الحته دي. طيب رغم ان باهر هنا برضه استاذ معلش يعني تكمله عشان بس ما نعديش دي،
فرجاني ساسي ده هو صانع الالعاب بتاع تونس. بيلعب بص في الكره مريح خالص يعني، لعب ثرو باس ده ضغط، وفي اكتر من كره مفيش ضغط على صانع الالعاب. هي الاصعب في حاجه، الاصعب في حاجه بس هي ايه؟ الربط الدفاعي. النهارده حجازي كان بره اللعبه وطلع بيغطي في حته معينه، المحمدي مش مشارك في الهجمه خالص، باهر مش مشارك في الهجمه خالص. صحيح. الوقفه الدفاعيه بتاعه المجموعه اللي هي مش مكمله في الهجمه، مش مكمله في الهجمه، لازم اقف صح. صحيح. ده الربط الدفاعي المفروض لما لاقي حجازي طلع والجنب كله ناحيه الشمال عند ايمن اشرف، هي كانت ميس باص في نص الملعب واتقطعت. لازم محمدي كان قافل من بدري، الثلاثه اللي بيقفوا ورا واقفين ازاي؟ كان ديفندر مفروض واقف، مفروض باهر واقف، محمدي ضامم. صحيح. ده لعيب واحد، واللي انت كابتن بلال اللي قالها حته لما راح معاه المحمدي اداله المتر اللي اداله هو اللي عارف فتح له زاويه سهله جدا للتسديد. صحيح. اداله المتر اللي يزبي المتر خلاص، اداله حته. طب انت مع هي دي بس يعني عارف هو قريب بس منه وخرجه بره اللعب. قول مبروك، لازم تقول مبروك. مبروك كابتن هاني رمزي، مساء الفل والف مبروك. سيد اهلا بيك، الله يبارك. طبعا بمشي على كابتن حماده وكابتن محمد حشيش، مبروك علينا كلنا. مبروك يا كابتن هاني. كابتن بلال كمان بيقول لك مبروك. الله يخليك، ربنا يخليك كابتن زاهر، ربنا يخليك. الحقيقه مكاسب كتيره جدا وعديده جدا النهارده، مش مساله بس ان انا بوصل للرقم 12 وبتساوي مع تونس في عدد النقاط، ولا بتصدر قائمه الاكثر تهديفا في كل المجموعات بكل افريقيا، بافريقيا كلها بقى، بجنوب افريقيا، بنيجيريا، بغانا، بكوت ديفوار، بالسنغال، بتونس، بالمغرب، بكله كله. المنتخب المصري النهارده اكتر فريق في التصفيات كلها وصل للنقطه 15، لكن في حاجات كتير جدا بتدي خطوه ايجابيه وبتدي احساس ايجابي وبتدي مردود ايجابي، منها الاعتماد على الناشئين اللي نزلوا النهارده او مجموعه من الصغيرين اللي كلهم نزلوا النهارده، فده يدي لك اساس ان انتوا عندك ثقه فيهم. يعني حتى منتخب صلاح اللي كان بيتقال عليه، وهو ما زال طبعا صلاح له بصمه كبيره جدا جدا وامكانيات عاليه جدا، لكن فيه حلول متنوعه كنا نفتقدها في الماضي يا كابتن هاني، فمكاسب عديده النهارده من اللقاء. زي ما انت بتقول يا كابتن سيد، يمكن الحمد لله الاداء اداء الحمد لله ونتيجه كبيره الحمد لله، ان انت بترجع للمباراه كنت متاخر ورجعت للمباراه بشكل كويس قوي، انك بتحقق العلامه الكامله لغايه دلوقتي في مشوارك بالنسبه للجهاز الجديد ده برضه حاجه، وتتصدر المجموعه مؤقتا لغايه ماتش النايجر ده حاجه ايجابيه جدا. والحاجه الاكيد زي ما انت بتقول كابتن، انك بتدخل ثلاث عناصر جديده كلهم بدايه عدى سنهم ال 21 سنه، لعيبه المنتخب كلهم بيدخلهم في هذه المباراه، المباراه تقيله، مباراه ما كانتش سهله، فده مكسب برضه لينا الحمد لله بشكل كويس، ان احنا بنحاول ننزل بتاع وبنبني فريق جديد. ولعبنا كرة حلوه الصراحه، يعني احنا دايما بنقول للعيب استمتع، يعني انت بتلعب حاجه بتحبها، بيكون طبعا في وفي الضغط، لكن اتمتع بالجيم والعب جيم مفتوح طبعا مع شويه الاخطاء اللي ظهرت. يمكن كنت بسمع كابتن حماده في اخطاء طبعا في الخط الخلفي شويه واستغلها طبعا المنتخب التونسي، منتخب كبير امكانياته اكثر بكثير طبعا من منتخب النيجر وسويسرلاند، وبالتالي الاخطاء اللي كانت بتتكرر او الاخطاء في مباراه سويسرلاند ما كانتش باينه، لا ظهرت. وده مهم كمان ان احنا نعرف اخطائنا. مبسوطين جدا بالنتيجه، مبسوطين بالاداء، لكن كمان بنقف مع نفسنا في بعض الاخطاء الخط الظهر، لكن اجماليا الحمد لله اجماليا كمان خدنا ثقه الناس، يعني وده كان مهم جدا في المباراه دي بالنسبه لنا، ان كل الناس كانت بتقول يمكن مباراه سويسلاند والنيجر ما كانتش الاختبار الحقيقي. النهارده بالله فريق كبير عندهم عناصر جيده جدا جدا وبنحقق نتيجه كويسه معاه، ده اكيد برضه بيدي ثقه للجماهير ان احنا شغالين الحمد لله بشكل كويس. طيب الارقام ما بتكذبش، يعني هو انا من هواه الارقام، ولما يتكرر ارقام معينه ولا حاجه ده يدي لك مدلول على طول او مردود ان في حاجه صح بتشتغل. يعني تريزيجيه النهارده من فتره طويله جدا تريزيجيه بيجيب هدفين في مباراتين متتاليتين وبيصنع اهداف، النهارده مثلا على سبيل المثال عمرو ورده بيصنع هدف رقم ثلاثه في المباراتين اللي فاتوا وبيحرز هدف كمان في المباراتين اللي فاتوا. الكرات الثابته في المباريات الاخيره جبنا ثلاث اهداف، النهارده بنجيب هدف بتاع باهر المحمدي، فاذا في شغل ملموس ومحسوس يا كابتن هاني. الحمد لله، يعني وعادي من اخر كلامك طبعا الكرات الثابته مهمه جدا جدا، احنا شفنا فرق في كاس العالم بتكسب معظم مبارياتها بالكور الثابته زي فريق انجلترا زي فرنسا، فانا زي ما بقول لك احنا دايما بنحضر نفسنا بشكل كويس في ماتشات كثيره جدا ممكن ما تكتيكيا ما تقدرش توصل للمرمى وما تقدرش تكسب غير بالكور الثابته. ده برضه اشتغلنا عليها بشكل كويس، وعايز اشكر اللعيبه كمان لان فتره التدريب بتكون قليله جدا، يعني بنحاول نحفظ حاجات كتير في وقت قليل، ان انا بشكر اللعيبه على
تفاهم للشغلنا في وقت قليل جدا. وزي ما بقول لك كريم يعني احنا يا كابتن سيد عندنا مشوار الحمد لله ماشيين فيه بخطوات ثابته الوصول لامم افريقيا، والحمد لله احنا دلوقتي متصدرين المجموعه. كمان عايزين نكمل المشوار باذن الله ان الفتره اللي بعديها بطوله افريقيا ان شاء الله ننافس عليها بشكل قوي باذن الله. طيب احنا وتونس طبعا يعني هي حته اللقاءات المباشره يعني. اتفضل عايز تقول حاجه؟ طبعا يعني احنا في يعني هو اللقاءات المباشره كمان وفرق الاهداف اعتقد كمان في صالحنا. احنا عندنا مباراه المايلتر وهم كمان عندهم مباراه سهله مع فريق لا هي اللائحه بتقول اللقاءات المباشره ولا فرق الاهداف؟ يعني بترجع لاني فيهم مش عايز يعني انا بالضبط ما اعرفش لكن لو هي اللقاءات المباشره هم عندهم افضليه اللي هم كسبين 1-0 احنا كسبين 3-2 مش مشكله بس في التصنيف في الاخر ان شاء الله الرحمن يبالين. عندي نقطتين وكابتن حشيش عايز يقول لك حاجه. عندي نقطتين يعني قول لي صح ولا غلط عشان تعرف ان احنا يعني الاعداد بتاعنا مزروع عندكم فعلا. انتوا كنتوا بتدوروا على منتخب تلعبوه في الفتره اللي جايه يبقى فيه رؤيه للاعيبه الصغيرين زي الناس اللي انا ذكرتهم النهارده اللي خدوا وقت من اللقاء، كنتوا بتدوروا فعلا على مباراه في الفتره اللي جايه ولا لا؟ احنا كنا طبعا بندور على المباراه على يوم 20 على اساس نبص على كل العناصر الجديده. يعني كان عندنا عناصر جديده محمد حمدي احمد ايمن منصور محمد محمود كل اللعيبه الجديده، لكن احنا كمان شفنا قد ايه اللعيبه جايه مجهزه، اللعيبه اللي بتلعب بره مجهزه بشكل كبير جدا، واللعيبه اللي موجوده حتى في مصر في اصابات كثيره جدا وجدول الدوري مضغوط بشكل كبير. فقلنا فضلنا لا ان احنا نعتقد يعني المباراه ديت ما تقامش، ونحاول الفتره اللي جايه عندنا لغايه شهر مارس عندنا متسع ان ممكن نعمل مباراه وديه نشوف فيها بعض العناصر. طيب يعني اسمع تعليق لحضرتك على موقف مثلا وليد سليمان باعتزاله للعب دولي، حابب ترد في الجزئيه ديت ولا لا؟ لا طبعا حابب ارد لان انا بقول لوليد يعني هو استعجل شويه. انا على فكره انا يعني دايما على اتصال بوليد عايز اقول له على فكره لو كان امم افريقيا الاسبوع اللي جاي كان وليد هيكون موجود معانا. يعني عايز اوضح النقطه ديت ان احنا كلنا كجهاز فني شايفين وليد بشكل كويس وبنتكلم ان فعلا كلنا بنقول احسن لعيب في مصر في الفتره الاخيره، لكن احنا ما جبناهوش عشان عايز احنا خلاص ضمننا وليد كويس. احنا كسبنا النهارده عنصرين ثلاثه اولاد صغيرين وبالتالي دلوقتي عندنا عناصر جديده صغيره عندنا ثقه فيها، وكمان وليد عنصر مش محتاج ان احنا نطلع عليه. هي كانت بس الفتره هي اللي كانت منعانا شويه ان وليد ينضم، لكن عايز اقول لوليد لا احنا كجهاز فني شايفينك كويس وبنقول لك لو هتستمر على هذا المستوى قبل بطوله افريقيا اكيد موجود معانا، لان عايزين ننزل في الاعمار السنيه. لكن لو واحد زي وليد كمان عنده 33 34 سنه وقادر يكسبك وقادر لياقته البدنيه تكسبك اكيد هيكون موجود. ده كلام ما فيهوش جدال. وعايز اتطرق كمان للجزء الثاني لان في بعض الناس بتقول محمود علاء لعب نادي الزمالك واوباما برضه شايفينهم بشكل كويس وعارفين ان محمود لعب كويس. انا كان معايا في المنتخب الاولمبي وكان معايا في المنتخب المحليين، لكن كمان كسبنا النهارده عنصر جديد زي باهر المحمدي، يبقى عندنا باهر وعندنا محمود علاء وعندنا حجازي وعندنا احمد ايمن منصور وعندنا ايمن اشرف ساعات يلعب في المركز ده. احنا بنحاول بقدر الامكان يا كابتن ان احنا كل مركز على الاقل في ثلاث لعيبه وعمليه اختيار عمليه مرحليه. طبعا في لعيبه كويسه كانت تستحق انها تكون موجوده الفتره اللي فاتت زي وليد زي محمود علاء زي اوباما، لكن ده ما يمنعش ان الفتره اللي جايه كمان ممكن نبص عليهم لو استمروا على هذا الاداء اكيد هيكونوا موجودين. طيب اخرج من كلام حضرتك بغض النظر عن التويتات اللي عملها وليد سليمان، لو في اختيارات بكره او في اختيارات الاسبوع اللي جاي ممكن يبقى في حسبان. لو كان عندنا بطوله افريقيه الاسبوع اللي جاي بقول لك كان وليد هيكون موجود معانا. ده رد مفاجئ بالنسبه لنا. ماشي. لا مش رد مفاجئ ولا حاجه، لان انا قلت الكلام ده قبل كده. احنا شايفين وليد بشكل كويس واحنا بنقول احنا يهمنا نفسك. يعني لو واحد لعيب كويس عنده 34 سنه وهيكسبك اقول لا اجيب ولد صغير؟ لا طبعا. احنا بنبني فريق وكل حاجه، لكن في نفس الوقت احنا شايفين اللعيبه بشكل كويس. وانا على فكره انا كلمت وليد فتره من الفترات بتابع بعض اللعيبه اللي هي بتحس انها بعيده شويه عن فتره الفترات. بكلم احمد علي متابعينك وشايفينك، كلمت وليد سليمان مرتين متابعينك وشايفينك. فانا بقول لك هو لو كان فعلا بطوله افريقيا الاسبوع اللي جاي كلنا متفقين قديم طيب. واحنا وكلنا متفقين ان هو اكيد كان هيكون موجود معانا. يعني طيب بتدور على منتخب قوي تلعبوه قبل كاس الامم الافريقيه تحديدا؟ يعني ده صحيح. يعني قبل امم افريقيه بنحاول ندور على فريق بس فريق افريقي. يعني احنا بندور على فريق ما بين ومين ومين؟ يعني الارجح ايه مثلا؟ نيجيريا الكاميرون؟ على نيجيريا الكاميرون غانا فريق التصنيف اول السنغال فريق محترم. يعني بنحاول ندور على مباراه قويه قبل بطوله
الامم على اساس ممكن تكون بعد القرعه ممكن يقدر يحدد ممكن بعد القرعه بقى ممكن اه طبيعي طبعا عشان يقدر يحدد مسموع معانا يعني كابتن حشاش عايز يقول لحضرتك حاجه اتفضل يا كابتن كابتن هاني طبعا ببارك لك وبحييك على الوجوه الجديده اللي موجوده في المنتخب صلاح محسن محمد محمود طاهر محمد طاهر اللي نزلوا واديتوا لهم في وقت طبعا كان صعب يعني الفرقه كانت متعادله ومع ذلك يعني اشركتهم واللي عاجبني ان هم ما كانوش لما نزلوا ما كانوش غربه عن التيم طبعا يعني فعلا عندهم ثقه في نفسهم كويس عندهم ثقه في نفسهم يعني صلاح محسن مع الوان تو بتاع الجون اللي هو اللي بتاع صلاح الاخير كذلك محمد محمود برده في نص الملعب الراجل كان واثق في نفسه وبيلعب فده احنا بنشم من التغييرات دي ان فيه يعني ريحه كده تغيير جلد للمنتخب خلال الفتره الجايه وانت بتقول لسه فتره كبيره على الامم افريقيا ده صحيح يعني احنا بقى ماشيين في السكه ديت مش عايز انسى محمد حمدي لاعب ارقامي في الدفاع الشمال عنده 23 24 سنه مش عايز انسى احمد ايمن منصور لعيب صغير عنده 24 سنه فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجدد العناصر عايزين ننزل بمستوى الاعمار ل 24 25 سنه في نفس الوقت لا طبعا ما يكونش لا غنى برضه عن الخبره شويه مش عايزين كل الناس يعني عندها 24 سنه لكن متوسط الاعمار ينزل عايزين نكسب اولاد جديده ودي في صمت الحياه ان لازم في تجديد وفي لعيبه صغيره طالعه في منتخب اولمبي بنبص عليه بشكل كويس في لعيبه مميزه ان شاء الله ممكن يكون ليها دور الفتره اللي جايه ويعني مع طبعا يا كابتن هاني الاحتفاظ برضه بالعناصر الخبرات لان انت محتاج انت عارف المسابقات المجمعه زي الامم الافريقيه بالتحديد بتحتاج لعيبه على مستوى عالي وخبرات يعني طبعا انا لما بقول متوسط اعمار 25 26 سنه يعني في لعيبه عندها 30 وفي لعيبه عندها 20 خاصه بتحتاج لعيبه عندها الخطوط الدوليه الكبيره ولكن لما احنا نبني كمان معاهم ثلاث اربع خمس عناصر صغيرين يبقى احنا كمان بنكسب عناصر صغيره بشكل كويس. طيب ده السؤال ده اللي كنت او الاستفسار اللي كنت اقوله لحضرتك يعني انتم محددين ما بين خمس او ست لعيبه شباب في الفتره اللي جايه يا كابتن هاني. يعني احنا بندور على كده ان شاء الله باذن الله عندنا بعض العناصر عندنا بعض الاسماء بنتابع مع كابتن شوقي غريب بنتابع الدوري الاولاد الصغيرين بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندخل خمس ست عناصر صغيرين. مع طبعا عناصر الخبره اللي موجوده ويكملوا معاكوا الكاس الامم مظبوط ويكملوا معانا كاس الامم اكيد مفيش اي خدمه كابتن هاني انت تؤمر كابتن هاني الف الف مبروك اداء رائع جدا ويا رب الاستمراريه على طول شكرا جزيلا كابتن كابتن هاني حابب تعلق على الكلام ده اعتقد ان هو يعني وضح حاجات كتير لا وضح طبعا كنا بنساله على موضوع وليد سليمان هو وضحه بشكل كويس جدا الواحد النهارده سعيد بمنتخب مصر التحرر اللي ده موجود من الفرقه كلها في الناحيه الهجوميه ليه شكل كويس جدا الاطراف النهارده يمكن اللي كان لهم دور كبير قوي ايمن اشرف على طول بنلاقيه في ال 18 الناحيه الثانيه المحمدي على طول فده شكل الهجوم اللي احنا كنا ما تعودناش عليه بقالنا فتره بقالنا فتره ان في شغل ولكن زي ما قلت لما اكون بهاجم بالشكل الكويس دوت لازم يبقى عندي ناس واقفه بشكل كويس في الناحيه الدفاعيه صحيح. طب ده شغل مدرب من بره برضه خلي بالك انت بتقول نقطه يا كابتن حماده في منتهى الاهميه خلي بالك يعني منتهى الاهميه بالنسبه للمدير الفني اكيد او المدربين او المعاونين حتى يعني هو الماتش ده هيبين الاخطاء اللي كانت موجوده يعني انا عايز اوصل للمرحله يبقى عندي فريق تقيل وقوي في الملعب مزبوط. اللي انا امتى لما بهاجم عندي شراسه هجوميه بشكل كويس جدا ولما بدافع عندي ارتداد كويس جدا ده مع الماتشات مع الخبرات مع مباراه قويه زي ديت اقدر اطلع منها بحاجات كتيره جدا النهارده يعني ازاي اقف وانا بهاجم ازاي نحن واقفين عندنا تماسك دفاعي قوي جدا الناس اللي هي مش مشاركه في الناحيه الهجوميه الشراسه النهارده الايجابيات الشراسه الهجوميه اللي عندنا يعني الجون الثاني جه فيه في الدقيقه حاجه و70 لا احنا واقفين على رجلينا صح هم رجعوا بشكل كبير جدا ال10 لعيبه رجعوا في وسط الملعب ولكن قدرنا نخلق مساحات نشتغل في استنفار عند اللعيبه دي الحاجه الكويسه عندنا اللي بتلاقي صلاح غير مكانه اكتر من مره تريزيجيه عمل شغل كويس جدا بتلاقي الاطراف بيطلعوا بقوه يعني عندنا زياده عدديه في ال 18 يعني لما بروح المحمدي في ناس كتيره دخلت 18 بشكل كويس الكره الثانيه كنا يعني نوعا ما كنا بناخدها ولكن محتاجين التماسك الدفاعي بعد ما فقد الكوره
طيب دي مطلوبه بشكل كبير يعني. كلام جميل. يبدو ان احنا عندنا دوتو جديد جاي ان شاء الله، زي ما كان في ابو تريكا مع زيدان، او ابو تريكا مع متعب، او صلاح مع ابو تريكا. النهارده في صلاح وصلاح. صلاح وصلاح يعني. بصوا اللقطتين دول على فكره مباراتين مختلفتين يعني، في ناس ممكن تقول ان هي نفس المباراه او هو نفس الهدف. لا طبعا، المباراه الصوره اللي على اليمين دي مباراه النهارده، هدف صلاح النهارده، محمد صلاح النهارده. لكن المباراه الصوره اللي على الشمال، اللي على شمال الشاشه لو انت قاعد في المقصوره بتاعه ملعب الاهلي اللي احنا فيها دي، الصوره اللي على الشمال دي بتاعت هدف النيجر. أيوة. هدف النيجر اللي رايح اللي لعبها له صلاح. صحيح صلاح ده الهدف الرابع اللي جابه صلاح محسن لو تتذكروه. انا نفس اللبس بس، نفس اللبس بس يعني. لكن الحكم، بص الحكم اللي على الشمال ده حكم بشره سمراء النهارده، حكم جوميز يعني مختلف شويه. فانت داخل على ثنائي جديده يا كابتن حشيش، ودي حاجه حلوه طبعا. دي حاجه طبعا كويسه انك بتلاقي زي ما كابتن حماد لسه قايل، في جبهات ناحيه اليمين والشمال. شفنا ايمن اشرف مع تريزيجيه، والمحمدي مع صلاح، كذلك القلب عمرو ورده برده عمل النهارده شغل كويس في التكمله. بس انا يعني كان في برده نقطه كابتن حماده مش عارف توافقني فيها كابتن بلال، انت محتاج برده مساعده من نص الملعب شويه على الاجناب. يعني انا عجبني قوي فرقه تونس النهارده، في ما كنا حتى قاعدين بنتفرج بيتقالوا على كوره وبيقدر ينقل، مثلا بتلاقي مثلا الجنب مثلا الطرف الشمال مقرب له المهاجم اللي قدامه مع لعيب نص الملعب مع الديفندر اللي هو ناحيته، بتحس ان في مثلا اربعه ناحيه الكوره بيقدروا ينقلوا ما بينهم الكوره، وبتساعدهم على الاستحواذ، وبينقلوا وبينقل الكوره الناحيه العكسيه. احنا محتاجين الحته دي. فبعض الاوقات كنت تلاقي مثلا عشان الحته دي مفتقدينها، تلاقي بقى الكره الطويله راحت معموله، يعني عارف لما بتزنق تروح عامل الكره الطويله، ما عندكش برضو الثقه الجامده قوي في مهاراتك وفي طريقتك انك تقدر تنقل. اللعيب اللي بيربط في نص الملعب، اللعيب اللي بيربط بالظبط كده. يعني برضو مدرب عملها بشكل يعني معقول عمرو ورد بالظبط كده. بس طريقه لعب تونس النهارده، هو بيلعب طول من بدايه المباراه، بيلعب لما في وقت اغلبيه الوقت بيلعب بزون ديفنس، تمام. فلازم يجي طالب الكوره لازم يطلعوا مع بعض كلهم بشكل صحيح، وعندهم القدره، قريبين من بعض يعني، عندهم السرعه وعندهم المهاره كابتن. بالظبط، رجاني اساسي عنده المهاره والسرعه، بيعرف يقف على الكوره بشكل كويس جدا. صحيح. راس الحربه وهاب الخزري كان على طول في نص الملعب، ففي عاملين كثافه وقادرين يقربوا من بعض بشكل كويس. صحيح، هي دي عشان بيلعب في مصر. عشان لكن لما يلعب، لما كان لاعب في تونس كانت تلاقي على طول بقى الملعب فيه مساحات مفتوحه. بزبوط. لكن هنا عندنا في مساحات في ظهرنا. هو ابتدى يطلع بالكره بشكل كويس، بيلعب على المرتد بالتحولات بتاعته، في سرعات في التحولات بتاعته كذلك برده كويس. في الاخر لو تشوف لغايه برده قبل هدف صلاح شفنا خطوره منهم، وشفنا انهم بيضغطوا علينا في الكور الثابته، الاوت اللي عندنا اللي في نص ملعبنا يمكن قريب من 18، هو بيضغط من بعد الهدف اللي جابه، هو من بعد الهدف حاسس ان في عندنا يعني عزم اتزان في الوقت ده، صح، خطر جدا على الفرقه. صحيح. لما بيجي فيها هدف وفي ملعبها وتعادل، فانت عايز تكسب، فبتدي في رعونه شويه، في مساحات بتفضى، هو بيستغل وبيعمل ضغط في صح. مكان ما بيخسر الكره من قدام. صحيح. قدر يشكل عليه خطوره، وقدر يعمل انفراد الراجل اللي شال الشناوي دي. لو عملها بالعرض جون. وهفكرك بالكوره حتى كمان، الضغط بتاعهم اللي خلى النني يغلط بتاع الشناوي. لا اللي كمان اللي خلى النني يغلط في نص قدام ال 18 وخدوا فاول. ده نتيجه برضو للضغط. وبعد كده هو غير الطريقه في الاخر لما نزل محمد محمود، لعب 4-3-3 بالظبط بانني و هو كابتن دي الصورتين اللي حضرتك بتتكلم عليها. ايوه بص دي لو بالعرض جون. صح، لو بالعرض جون. صح. بص الارتداد بتاعنا في بطء شويه، ما دي السلبيات اللي كانت موجوده طبعا. يعني ده في المباراه يروح عاملها بالعرض، دي جون خلاص. بص برضه يا حماده الناحيه الثانيه كلهم باصين على الكوره، والراجل لوحده زي ما انت بتقول بالعرض جون. بالعرض جون يعني. لكن الشناوي في مشكله يعني، في مشكلتين عند المنتخب عند منتخب مصر شفتهم النهارده يعني، ده بخلاف طبعا الاجابات اللي كان عليها المنتخب لحضرتك كابتن حشيش كلمته فيها، ان هو في تحرر شويه في الناحيه الهجوميه، المهارات الفرديه عند اللعيبه، الثقه اللي موجوده في الناحيه الهجوميه. لكن في مشكلتين كبار انا شايفهم النهارده في مباراه منتخب مصر، بالرغم ان النهارده انا شايف ان هي مباراه يمكن مباراه يعني مش عايز اقول المفترض ان هي سهله يعني بالنسبه لك، مباراه مش سهله في اللعب، مباراه انت النهارده عندك ثقه، انت صعدت الافريقيا بالظبط، ده انا عايز اقوله يعني. ما حدش محتاج بالظبط. يعني ما فيهاش ضغوط عليك، انت صعدت الافريقيا ما عندكش مشكله، بتلعب على ملعبك. فبالتالي كمان حتى الاختيارات بتاعت مستر اجيري وكابتن رمزي والجهاز، واضح ان الاختيارات برضو اعتمدت على كده، ان المباراه ما فيش اي ضغوط عليك، فبالتالي هي كانت الاختيارات برضو كده. لكن المشكلتين اللي موجودين، اولا مشكله في نص الملعب في الاثنين اللي موجودين عندنا في قلب الملعب،
طارق حامد ومحمد النني. مشكله في الهجمات وبناء الهجمات بتاعتك انت النهارده منتخب تونس معظم الكرات اللي بيروح بيها خطر بتبتدي اللعب يا كابتن من الاثنين الميدفيلدرز الموجودين في نص الملعب، هم دول اللي بيكملوا وبيوصلوا اللي اتكلم عليها بيوصلوا كتير جدا لل 18 اللي بيربط ربط لعيب الكوره اللي بيربط السرعه والمهاره مش موجودين عندنا في الحته دي. النهارده برضو الاثنين اللي موجودين في القلب كانك بتلعب باربعه استوبارات في الملعب، يعني اثنين ما بيعدوش نص الملعب في الهجمات باستثناء ممكن يكون في بعض الاوقات يا كابتن نني بيكمل عشان يشوط، لكن حته الاختراقات وانك بتعمل الدبل باص مع الفيرود والكلام مش موجود خالص. ما دي اتعملت لما بدانا بورده يمين، لما ابتدى ورده يخش جوه الملعب ابتدينا ننقل تتظبط شويه لما صلاح فتح لبره. صح كده. ودي يمكن فكر مستر اجيري ان صلاح الناس كلها عارفين هيلعب ناحيه اليمين فوقف له اثنين، يعني ايمن بن محمد ده بيلعب اساسا باك ليفت لكن حطه هاف ليفت عشان يعملوا جبهه في الجبهه الدفاعيه، وخلى السليتي وخزري هما الاثنين بس اللي بيعملوا خطوره في الهجمه وبيتحولوا بسرعه للناحيه الهجوميه بشكل كويس. فهو عمل دفاع مركب جامد ناحيه صلاح يعني بالذات. ما كنت انت بتقول واحد بيخش على صلاح واحد قريب منه، يعني ده شفناه في ماتش الترجي ايمن محمد كان هو بيلعب باك ليفت بيأدي بشكل كويس. النهارده بيلعب في نص ملعب عشان يبقى عامل جبهه دفاعيه. صحيح. مع ياسين مرياح كان ده اساسا مساك بس حاطه ناحيه الشمال عشان يقفل الجنب بتاع اللي فيه الخطوره بتاع منتخب مصر. تمام. لكن مستر اجير راح رمى صلاح في النص في نص الملعب تحت مروان عشان يخلق مساحات لورده من اليمين من تريزيجيه من الشمال، فعملنا جبهات كويسه جدا، ولكن احنا افتقدنا الرابط بتاع نص الملعب اللي احنا نقدر ننقل زيهم. صح. انت بقى في رايك انت محتاج في منتخب مصر صانع العاب بمعنى الكلمه؟ مين موجود في مصر؟ طب اقترحه. يعني وليد سليمان. ايوه هو اللي بيلعب دلوقتي الحته دي. الحته دي صحيح. يعني انا بتكلم عشان فعلا اوصل للحته دي لان الربط ده مهم جدا. لازم لعيب كوره لعيب كوره. وليد بيدعي ان كاس الامم كابتن هاني قال لك لو في كاس الامم الاسبوع الجاي هناخد وليد سليمان. خلاص على رب كاس الامم تبقى الاسبوع الجاي. في كمان حاجه ثانيه، النقطه الثانيه برضو المهمه، التنظيم مش بس التنظيم الدفاعي يعني ووقفتك الدفاعيه، كمان تنظيمك الدفاعي وانت في الحاله الهجوميه. في برضو مشكله النهارده عند منتخب مصر، انت كل الهجمات المرتده عليك يا كابتن كلها خطاطة. صحيح. مفيش اي تنظيم في وانت تنظيم دفاعي وانت بتهاجم، دي برضو مشكله كبيره عند منتخب مصر، وما كانت قبل كده مشكله وما زالت النهارده برضو في مباراه النهارده مشكله. لما بتلاقي فرقه عندها سرعات وعندها انطلاقات وعندها تنظيم، يعني النهارده تونس يا كابتن دايما على طول يعني بيطلعوا مع بعض بيعتمدوا على السرعات كثافه الملعب في وسط الملعب عشان كده كابتن بينطلقوا مع بعض. احنا طول الوقت بنلعب باثنين بس في وسط الملعب، يعني عمرو ورده بيهرب على الطرف مره او تحت فبتفضى نص الملعب محمد صلاح، فبقينا بين النني وصلاح وطارق لوحديهم في نص الملعب، فهم قدروا يعملوا زياده عدديه في نص ملعبهم. صحيح. اوكي طيب هنطلع فاصل ومكملين معاكم مباراه مصر وتونس اللي تفوق فيها المنتخب المصري بعد 16 سنه غياب رسمي عن الفوز لتونس. اخر لقاء كان 2002 على ما اتذكر كان بجول حازم امام 1-0 في مباراه وديه تفوق فيها المنتخب المصري، لكن وديه انا بتكلم على اللقاءات الرسميه. فاصل ومكملين معاكم لقاء مصر وتونس اللي انتهى بفوز مصر 3-2. ولقاء مصر وتونس اللي تفوق فيه المنتخب المصري على منتخب تونس ب3-2، اهداف كانت لتريزيجيه وباهر المحمدي وابو صلاح في الدقيقه 90. كابتن حشيش، ايه اللي اتغير ما بين كوبر وهجي؟ في حاجات اتغيرت ملموسه محسوسه؟ طبعا الحاجه اللي واضحه قوي هي الطريقه الدفاعيه البحته اللي كانت موجوده والاعتماد على النجم الاوحد. ده اختصار للتغيير. دلوقتي احنا شايفين احنا من البدايه في قوه هجوميه، في ضغط هجومي، اكتر من لاعب بيروح للمرمى. شفنا في البدايه في الشوط الاولاني تريزيجيه رايح، محمد صلاح رايح، ورده كان قريب، الاطراف بتتحرك من البدايه. انت كان عندك الفتره القديمه بتاعت كوبر كان يعني نادر قوي ما بتلاقي الطرفين الباك الشمال والباك اليمين بيكملوا. انت النهارده معظم الماتش مش شايفين المحمدي انطلاقات من البدايه، وشايفين ايمن اشرف نفس القصه، شايفين كمان حتى الاثنين الديفندرات بتاع نص الملعب النني بيكمل النهارده وبيعمل زياده عدديه، شايفين شكل هجومي وضغط
هجومي. صحيح أثر شوية على الناحية الدفاعية في الحاجات المرتدة، إنما تحس إن في منتخب مصر عايز يحرز أهداف. أنت بيجي فيك هدف بتعوض في الشوط الأولاني، بيجي في الجون الثاني أنت بتعادل وبتكسب لغاية آخر لحظة. ففي ضغط هجومي إحنا شايفينه، لو اكتمل بقى بتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية والمهام الدفاعية في حالة طبعا الضغط الهجومي، لازم يبقى فيه أكثر التزاما في الناحية الدفاعية. أعتقد أن نوصل للشكل المتكامل بالنسبة للدفاع والهجوم. طيب بلال، هل ده يعني المباريات اللي خاضها الجهاز الفني الجديد مقياس كحكم، ولا بتدي نسبة قد إيه، ولا محتاجين مباريات أكتر، ولا محتاجين يعني ضغوط أكتر وتصفيات مختلفة وأهداف مطلوبة أخرى، ولا وصلنا لدرجة مقبولة جدا من التقييم؟ لا، من وجهة نظري لسه ما وصلناش لدرجة مقبولة من التقييم. يعني في تغيير زي ما قال كابتن حشيش وكابتن حمادة، في تغيير في طرق اللعب، مش في طرق اللعب، في تغيير في المهام الموجوده، في الشكل الموجود او في المهام الموجوده عند اللعيب. يمكن احنا بنلعب بنفس طريقه اللعب 4-2-3-1، ودي برضو الطريقه اللي كان بيلعب بها مستر كوبر. نفس العناصر تقريبا يا كابتن الموجوده النهارده باستثناء اللعيبه المصابه 90%. بالظبط 90% من نفس العناصر، فما فيش تغيير لا في طريقه اللعب ولا في العناصر اللي موجوده، لكن هي الطريقه بس في المهام اللي موجوده عند اللعيب. يبقى في مهام هجوميه لتريزيجيه اكتر، يبقى في مهام هجوميه اكتر للاثنين الباكين، باكين الطرف يبقى عندهم مهام هجوميه اكتر، يبقى عندهم زياده في الناحيه الهجوميه. هذه الحاجات اللي احنا التغييرات الملموسه بالنسبه لمستر جيري المتغيره عن مستر كوبر، اللي هي طريقه اللعب اللي هي 4-2-3-1، وفي الحاله الدفاعيه 4-5-1 اللي بتتحول اوتوماتيك على طول. لكن في الحته برضه الدفاعيه انا بشوف يا كابتن ان مستر كوبر يمكن اداء الدفاعي كان اقوى من كده شويه، هو كان بيهتم بشكل اكبر بالتنظيم الدفاعي. يمكن هنا موضوع التنظيم الدفاعي يا كابتن يمكن هو صحيح. يعني محتاج شويه تظبيط، محتاج شويه تظبيط. الشكل بتاعنا الدفاعي برده محتاج ربط ما بين لعيبه نص ملعب والاربعه اللي موجودين، محتاجين نبقى مثلا لعيبه الباك رايت والباك ليفت لما بتقدموا مين يعمل التغطيات بتاعتهم. عشان كده النهارده كان باين في بعض من الاوقات او كتير من الاوقات ان في خطوره شديده على منتخب المصري النهارده. لكن المباريات اللي لعبتها كلها، يمكن المباريات اللي فاتت كلها مباريات سهله جدا، يعني حتى كمان طريقه اللعب كانت مختلفه. يمكن كابتن حماده كان بيتكلم ان احنا كنا بنلعب 3-4-3 في بعض الاوقات يا كابتن، 3-5-2 ممكن توصل، لكن لان سهوله المباراه كانت مديه، يعني مديه سهوله ان انت او مديه مرونه ان انت تشتغل باي طريقه وان انت تجرب عناصر كتير. مباراه النهارده برده ما فيش ضغط عليك بشكل كبير. مباراه محسوبه، منتخب تونس فريق كبير، فريق محترم، بتلعبوا النهارده بطريقه لعب مختلفه عن كل المباريات اللي لعبتها قبل كده. ده معناه ان انت بتغير طريقه اللعب على حسب الخصم اللي موجود عندك. لكن المباريات القويه، مباراه بطوله افريقيا، وانت كمان اتكلمت مع كابتن رمزي في حاجه مهمه جدا، ان منتخب مصر محتاج مباراه قويه صحيح. عشان يقدر يحكم على العناصر الموجوده، عشان كمان نفسه اكيد، عشان انت كمان ضميت عناصر شابه، هي ده انت بتشوفها كمدير فني ان هي دي ممكن تكون العناصر بالنسبه لك اللي ممكن تلعب فيما بعد او مستقبل المنتخب المصري فيما بعد. فانت محتاج مباريات قويه عشان تقدر تحكم على العناصر دي، لان منتخب مصر بس يا كابتن سيد مش اللعيب، مش ال11 اللي هو داخل الملعب يا كابتن، منتخب هو القايمه كمان اللي موجوده بره، التغييرات اللي بتقدر يعني تنقلك من مرحله لمرحله، من حته لحته، من الدفاع للهجوم. النهارده يمكن على دكه البدلاء لما تشوف اللعيبه، معظم اللعيبه اللي موجوده على دكه البدلاء كلها لعيبه شابه ما عندهاش اي خبرات. فاللعيبه الشابه اللي موجوده على دكه البدلاء اللي ما عندهاش خبرات محتاجه ماتشات كتير. تعال نستعرضهم مع بعض قبل فضل. يعني انت عندك جنش مثلا، عواد، عمرو طارق، سام مرسي، علي غزال، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، احمد ايمن منصور، صلاح محسن، اسلام جابر، محمد حمدي، ومحمد حمدي كله صغير، يعني كله صغير ومحدش خبره خالص يعني صغير. صغير بس في واحد عنصر ولا اثنين. بس انا عايز اعقب على المراحل بتاعت كوبر ومرحله جيري. كل مدرب وجاي في مرحله معينه، مرحله كوبر كانت صعبه جدا، مرحله كوبر كانت اهدافها ايه وكانت الكره المصريه فين، نقلها فين، وفلسفته هو كمان، هو المرحله بتاعته يمكن كانت متطلبه بالنسبه له هو الشكل اللي كان بيلعب بيه، اللي هي شاف ده اللي هينجح ينقلنا من مكان لمكان، اللي احنا ما رحناش كاس عالم، لا ما رحناش كاس امم ثلاث دورات متتاليه، فما اقدرش احكم على دي ودي. دي كان فيها نجاحاتها هو شايفها بالشكل ده، اللي انا هنجح بالطريقه دي وهوصل بالطريقه دي.
النهارده مرحله اجيري هو الحقيقه حقق يعني حقق حق الشكل 100% بيتكلمش موجود حقق جمالي مش موجود بس هو شاف الفلسفه بتاعته كويسه فلسفته وشاف الاهداف بتاعته وشاف ايه المتطلبات للكره المصريه في المرحله دي فلقى الطريقه دي بالنسبه له هو بيلعب بيها هو يعني دي فلسفته في اللعب اللي دي اللي هتنجحه وقدر يوصل بيها بشكل معين للهدف اللي هو وصول نهائي كاس الامم وصول كاس العالم ونقف غلط كده حقق 100% الاهداف يعني مستر اجيري هيجي باهداف تاني بقى هيبني المفروض يبني على اللي فات ما يقولش لا انا هنزل لا كان عندنا حاجه احنا عايزين نعمل تطوير الهجوم اللي هو بيعمله دلوقتي عامل تجديد في العناصر صحيح ناس جديده دخلت ممكن انتوا بتستعرضوا قول مبروك معلش مبروك معانا على التليفون مهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب الاول المصري الف مبروك يا فندم وتحياتي ليك وتحيات كابتن حماده وكابتن بلال وكابتن حشيش الله يخليك يا استاذ شاكرين جدا جدا وسلامي يعني كابتن حماده وكابتن حشيش وكابتن بلال وحشنا بجد والله يا فندم مبروك يا باشمهندس يا باشمهندس انا بارك لك على الماتش وبارك لك على العوده ايوه انت تستحق كل حاجه شخصيه محترمه جدا 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 وانا اتعاملت معاك في الشغل راجل منظم وراجل والاخطاء اللي حدث قبل كده انت مالكش دخل فيها خالص ومبروك العوده بجد يعني واجهه مشرفه الحقيقه واجهه مشرفه بجد يا باشمهندس والله بجد مش عارف اقول لحضراتكم ايه ولا عظيم يعني كلام يعني لا تستاهل كل مفتقدينك يوم الاربعاء اه كابتن بلال كل مره بيجي وبيخسر بلال بيخسر على طول اه بيخسر على طول لا انا بجد انا سعيد جدا بعوده المهندس ايهاب لهيطه للمكان دوت جديره بالثقه وحاجه هايله والله جدا يعني الله يخليك طيب كده يا كابتن جدا خليني اقول لك المباراه رايك فيها الاول قبل عندي بعض النقاط يهم جدا ان الناس تعرفها تعرف كمان يعني المدرب وشخصيته وطريقه تعامله واسلوبه مع الجهاز واسلوبه مع اللعيبه فاتفضل يا فندم قول لي رايك في اللقاء وبعدين طبعا ده اول معسكر مع مستر اجياري هو اللي كان الثلاث مباريات اللي فاتت كنت متواجد معانا يمكن انا قابلته قبل المعسكر بحوالي اربع خمس ايام كده قعدنا واتكلمنا وتعرفنا على بعض ولقيت الامور الحمد لله بدا يتفاهم وجهات النظر بقت قريبه جدا من بعض الحمد لله برضه في خلال فتره المعسكر لا الامور كويسه جدا علاقتي باللعيبه عاليه عاليه جدا الحمد لله في وقت قصير جدا بقى في علاقه بينهم وبين بعض التدريبات جامده جدا في شغل جامد جدا الاستاف مع كله بيشتغل جامد جدا طبعا على طول في اليوم في برنامج يعني في تدريبات الصبح في الجيم في حاطين في المحاضرات التدريب اليومي كل يوم يعني اليوم كله بيبقى فيه يعني اكتيفيتي في انشطه على طول شغاله يعني فده بالنسبه لعلاقتنا مع مستر وده يعني في الفتره اللي فاتت يعني طيب خليني اقول لك بقى يعني ال يعني وصل لنا احنا اكد لنا المعلومه يعني الراجل حد جدا توصل لدرجه او شرس جدا توصل لدرجه الحده في بعض الاوقات من خلال مثلا يعني مواجهاته او من خلال تعليماته ما بيحبش حد يتكلم خالص اثناء المباراه من الجهاز حتى او من الناس اللي حواليه بيحب هو دايما اللي يبقى واقف على الخط بيحب هو دايما اللي يبقى في وش اللعيب هل المعلومه دي صح ولا غلط ومع كل ده من الناحيه الفنيه طبعا هو طبعا الضعف كان في السايد بتاعنا ان هو المدير الفني فمن الناحيه الفنيه هو المسؤول في الحته دي لكن عايز اصلح لحضرتك الحته دي لا هو مش حد مع اللعيبه مش حد مع الجهاد لا بالعكس انا بتكلم في حد في تعبيراته لكن مع اللعيبه علاقته كويسه جدا مع اللعيبه بالظبط 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 يا كابتن على فكره دي حاجه ايجابيه دي حاجه حلوه يعني اصل برضه انا سمعت الملاحظه دي برضه حد شويه جامد شويه تعقيدت الامور الحمد لله يعني علاقه كويسه جدا يمكن برضه زي ما قلت من الناحيه الفنيه هو بيحب يكون هو يدي التعليمات طبعا 100% تخص هو طبعا يعني طيب خليني اقول لك برضو يعني انت عارف بعض الحاجات اللي زي كده بيبقى فيها فلفل وشطه شويه يعني مراد العقبي اللي هو المدير الفني او الواحد من الناس المسؤوله عن الجهاز في تونس بيقول لك انا اتقدم باحتجاج للمنتخب او للاتحاد الافريقي لاشاره عملها المدير الفني للمنتخب مصر مع ان الراجل من شويه يعني احنا شفنا الصوره بتاعت الهدف الاول الراجل بيعبر تعبير عادي جدا عن الفرحه ما يقصدش حاجه خالص لكن يبدو ما اعتقدش والله صدقني مش فيهاش طبعا بس ما اعتقدش لا 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 ما فيهاش حاجه خالص خلي بالك ما فيهاش حاجه خالص ده تعبير عادي جدا عن الفرحه يعني لا ما اعتقدش ده فعلا حتى في خلال المعاصر مفيش حاجه بتطلع غلط يعني ما اعتقدش ان هو يقصد شيء طبعا يعني طيب قول لي بقى يعني
ترتيباته معاك في بتنظموا الوقت ايه اللي جاي مثلا؟ هل كان في مباراه كانت المفروض يبقى في يوم 20؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ المعسكر اللي جاي اتكلمتوا فيه ترتيباته يا باشمهندس؟ احنا اتكلمنا طبعا في الفتره اللي فاتت قبل ما نخش المعسكر دلوقتي بنتكلم على المباراه الرسميه والمباراه الثانيه، لكن بتصير بعض الظروف الفنيه طبعا تم الغاء المباراه الوديه بتاعت يوم 20. اتكلمنا في المرحله اللي جايه، طبعا حضرتك عارف ان ديسمبر يناير فبراير فديت في الفترة دي، والفترة دي جامد جدا طبعا، فهيكون هو بيتابع مباراة الدوري. مباراة النايجر اشتركت فديت أول حاجة في 2019 من 18 ل 26 مارس، إن شاء الله هتكون في مباراة قوية مع هنلعبوا مباراتين. وكان التفكير برضه في معسكر، لازم يكون في معسكر إعداد قبل بطولة أفريقيا إن شاء الله في 2019 على حسب توقف الدوري، على حسب توقف اللعيبه برضه لسه الامور ما حسمناهاش، ما حسمش برضه في كلام على بطوله افريقيا، هل هتكمل هل هتنادي برضه الامور دي لسه ما حسمتش، فبالتالي هترتب عليها النص الخارجي لما نعرف بالظبط البطوله هتقام فين ان شاء الله. كلام جميل. عايز اوريك طبعا انت اكيد في الباص دلوقتي، لكن انا كمان هوريها للناس وتقول لي الاحساس صح ولا ايه؟ الفرحة والانتصار والفوز والتألق يعني جماعية في كل حاجة، حتى واحنا بنتفرج دلوقتي ما شاء الله في ناس موجودة في الملعب، ناس بتصلي، ناس روحها حلوة وسط المجموعة. النهاردة صلاح وهو بيحتفل بالهدف مثلا، ده الهدف 39 كسر رقم أبو تريكة كان وصل لرقم 38، النهاردة صلاح بهدف وبيجيب الهدف رقم 39 بالنسبة له، قرب من كابتن حسن الشاذلي، كابتن حسام حسن في منطقة 69 هدف. لكن فرحة صلاح رغم ان هي مباراة يعني في التصفيات كاس الامم الافريقية ومباراة المفروض عادية ما بين منتخبين يتصدروا، لكن فرحته بتعبر عن روح حلوة داخل الفرقة يا باشمهندس. بالظبط يا كابتن سعد، والله انت كنت تقول لي يعني قبل ما حاجه تسالني السؤال ده كنت انا هكلم حاجه يعني الفرحه بتاعتي الواحد متذكر الفرحه بتاعت مباراه الكونغو. قريبه بالظبط قريبه، يمكن حتى انا يعني عديت الوضع كده الحمد لله. هو كان محتاج جون، هو محتاج جون بعد في توقيت صعب طبعا، كان ماشي معاه في اول مباراه كده شويه، عشان كده يمكن برضه فرحته وحبه للعيبه وصحابه كان اثر. باشمهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، ألف مبروك يا فندم وبالتوفيق إن شاء الرحمن في اللي جاي بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. كابتن حمادة علق بقى شوية أنت بقى. أنت قفلت لا يعني كنت بتكلم على المراحل بتاعت مرحلة كوبر وكانت إيه أهدافها. الراجل زي ما قلنا حقق، مستر أجيري جاي زي ما قلت هيبني على الإجابات اللي كانت موجودة قبل كده. الإجابات دي تتلخص في الثقة اللي موجوده في منتخب مصر اللي هو وصل نهائي افريقيا، وصل كاس عالم. مش هتكلم على السلبيات طبعا، بتكلم على الايجابيات. الراجل الناس عايزه تشوف كره الهجوميه اللي احنا شفناها في الاربع ماتشات اللي هو خاضهم بشكل كويس جدا. النهارده اختبار زي ما قلت اختبار مش قوي، اختبار جيد بالنسبه لمنتخب مصر، وهو قدر يعدل على بعض التفاصيل الصغيره في الاداء لقوه المنافس. زي ما قلنا اتكلمنا على الاجابات اللي موجوده اللي هي النزعه الهجوميه اللي موجوده عند المجموعه اللي بتهاجم، الكثافه العدديه بتاعه الهجوم بشكل كويس جدا. زي ما قلنا التحرر بتاع الباكين ليهم دور كبير جدا، يمكن قبل كده كان بيخلي ثلاثه واقفين ورا ديفندر بينزل في وسط الاثنين مساكين وبيخلي الاطراف اجنحه طايره بشكل كبير والاجنحه بتخش تحت راس الحربه، فعمل زياده عدديه يمكن بخمسه وواحد زائد من نص الملعب، ده عمل شكل معين. النهارده يمكن الخمسه قلوا شويه، بيبقى فيه الاطراف ليهم ادوار هجوميه، طرف بيزيد وطرف بيستنى، ودي برده عشان قوه المنافس ما يقدرش يطير الاثنين على طول. ولكن ظهر بعض السلبيات اللي شفناها دي اللي هتفيده في المرحله الجايه لما يقابل برده خصم اقوى. يعني عندك في افريقيا في فرق اقوى من تونس، صحيح، في السنغال، في نيجيريا، في المغرب. المغرب جايه جامد قوي، في نقطه برضه المغرب جايه جامد جدا. في نقطه تكمله لحماده برضه، التجربه كويسه ومع فرقه كبيره بس على ارضك، احنا ناقصنا نشوف بقى تجربه مع فريق قوي على ارضه. لان النهارده انت بتلعب بتتكلم على تونس زي ما انت قلت، بيلعب تحفظ، بيلعب زون ديفنس شويه في ملعبه بقى، مش هيبقى كده.
يعني هيبقى مهاجم اكتر، هيبقى الضغط عليك اكبر، هل هتلعب بقى برضو طريقه اللعب بتختلف من شمال افريقيا بالظبط كده غير اللعب المفتوح بتاع افريقيا او غرب افريقيا بيختلف شويه فعشان كده انت محتاج مباراه مع فرقه قويه في ارضها بتهاجمك بقى صح. في حاله بقى الضغط عليك انت هتلعب زي هتلعب على الهجمات المرتده ولا هيبقى برضو في ضغط هجومي منك وكثافه عدديه؟ دي اللي هتفرق. احنا مع كوبر كنا عارفين بالظبط، عارفين اللي هيحصل نص الملعب طيب هقول لكم اجيري في المؤتمر الصحفي قال ايه، وبلال بقى تعقب لنا عليه والكباتن كلهم. قال لك بدانا المباراه بشكل جيد لكن استقبلنا هدف، وتحدثت مع اللاعبين وقلت لهم ان عليكم التركيز فقط وسنفوز، وبين الشوطين عالجت الاخطاء وهذا ما حدث اننا فزنا. اشركت اربع لعيبه عناصر جديده في المنتخب مؤخرا، انضموا للمنتخب مؤخرا في الفتره المقبله سنلعب بافضل او هنكون افضل، واتمنى رؤيه اكثر من محمد صلاح في المنتخب اللي احنا استنتاج اللي احنا بنتكلم عليه. وكمل الراجل النيجيري المدير الفني لمنتخب مصر قال صلاح لاعب رائع جدا واتمنى الكل يقدم نفس الشكل ونفس الاداء اللي بيقدمه صلاح. بالنسبه لمنتخب مصر في الفتره الجايه من الصعب ايجاد مباريات وديه في الفتره المقبله في ظل ان الاجنده الدوليه المقبله في شهر مارس، وهذا يجعل الامر اصعب. في مارس سنواجه النيجر في تصفيات امم افريقيا، واخترت لعب مباراه وديه اخرى بعدها، لم نستقر على الفريق اللي هنقابله لحد دلوقتي بعد مباراه النيجر. قال لعبنا اربع مباريات استقبلنا فيهم 3 اهداف وسجلنا 15 هدف، وده دليل على قوه مصر الهجوميه. قال طريقه لعبنا بتختلف على حسب المنافس، بنلعب بخطوط مفتوحه في بعض الاوقات وغير الطريقه القديمه. بيرمي هو برضو من السهل ان العب بطريقه دفاعيه لكن لا احب ذلك. واخيرا محمد الشناوي حارس مصر الاول والاساسي واثق فيه جدا جدا، والثلاثي الاخر نثق في قدراتهم ايضا. محمد الشناوي قال ان هو حارس مصر الاول بالنسبه لي واثق في قدراته جدا. بلال عقب لي بقى على الهدف، اقولها لك تاني ولا كده كويس؟ لا كده ومالش جديد يعني. هو بس طبعا نتكلم عن يعني هو واضح طبعا ان هو كل الستاف اللي معايا كابتن وكل الكرو اللي معايا كلموه عن طريقه مستر كوبر وازاي الناس قد ايه مضايق مستر كوبر مجلس الاداره. مجلس الاداره قعد معاه قال له في عندنا مشاكل الفتره اللي فاتت مش عايز اقول خلي بالك ده واضح من غير ما يبتدي حتى اتفضل طبعا واضح ان هو كمان واضح من المباريات اللي فاتت مش المباراه دي بالظبط انه يلعب 3 4 3 و 3 5 2 وان هو يغير من طريقه اللعب عشان يبتدي يسجل اهداف في المباريات الضعيفه كمان واضح طبعا ان في كمان يعني في كلام كبير بيتقال يعني وده كلام يعني صح وده كلام مظبوط اكيد يعني. فالنهارده كون ان هو كمان يتكلم في المؤتمر الصحفي عن فرق طريقه اللعب ما بين مدرب ومدرب تاني اعتقد دي مش يعني هو غلطان نقطه طبعا غلطان فيها من وجهه نظري الشخصيه انه يتكلم عن مستر كوبر وطريقه اللعب وان طريقه اللعب اختلفت. انا اعتقد منتخب مصر في بعض المباريات تمام ممكن يلجا او يرجع تاني لطريقه لعب مستر كوبر اكيد ويعني ومما لا شك فيه. انت من انصار كده يا كابتن حماد؟ انا من انصار ان كل مباراه يعني انت فرقه واحده بس بتجبرك ان انت تلعب قدامها بطريقه معينه اللي هي برشلونه. يعني برشلونه في بعض الاوقات ومانشستر سيتي دلوقتي هتقف في ال 18 عندك مانشستر سيتي هتقف في ال 18 عارف اللي هو ارحمه عزيز قوم زل ما عداش على مانشستر سيتي. انت لما تيجي فرقه قوه بدنيه مع مهاره عاليه اكيد هتغير طريقه لعبك طبعا يعني طبعا وعلى حسب برضه انت عايز ايه يعني رائع. اقصد الكوره ما فيهاش عند لا خالص ما فيهاش عند فيها مرونه في السيستم في داخل صحيح. الملعب ان اللعيب عنده مرونه امتى ابتدي اعمل الزون ديفنس بتاعي، امتى هلعب بضغط من قدام، امتى هقفل مساحاتي، امتى هفتح مش عارف اعمل ايه يعني كل والنتيجه بتديك حاجه في الملعب برضه وكل نوعيه اللعيبه كمان تقدر تنفذ لك اللي انت عايزه ممكن تغير في وسط الماتش اكيد يكون عندهم المرونه ان هم يقدروا يغيروا ما بين طريقه وطريقه يعني كمان هديك مثال يا كابتن يمكن مدريد في مع باير مونش يمكن في بطوله اوروبا اللي فاتت كان بيلعب على الكاونتر اتاك يعني بيلعب قدام فرقه بتهاجم وبتلعب سرعات أيوة. فانت كمان ريال مدريد يعني مش يعني غيرت من 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 سيستم اللعب بتاعها ومن ستايل اللعب بتاعها ولعب بطريقه مختلفه عشان يقدر ان هو يكسب المباراه وعشان مش هيقدر يجاري السرعات والخفه اللي موجود عليها لعيبه بايرن ميونخ وقدر ان هو طبعا يكسب المباراه. برده كان في نوع كتير من الحظ في المباراه يعني لان بايرن ميونخ ضيع فرص كتير ولكن برده اللي انا عايز اقوله ان في وقت من الاوقات زي ما حضرتك قلت ان انت هتضطر برده انك تغير من اسلوب لعبك يعني في وقت من الاوقات هتلعب زون ديفنس في وقت من الاوقات هتلعب على الكاونتر اتاك برده في وقت من الاوقات مش هتقدر تتحكم في رتم الاداء عشان تقدر تتحكم في رتم الاداء او رتم المباراه نفسه لازم الاثنين بتوع نص ملعب زي ما اتكلمنا كابتن يبقى لهم دور هجومي. ما ينفعش يعني طول ما انت بتعتمد على طارق حامد والنني
نفس الاثنين نفس العنصرين في النواحي او على الاقل واحد. ما هو بص يا كابتن شوف الكوره بص الكوره يعني معروفه يعني على الكوره كباتن كبار وعارفين طبعا الكوره يعني بتدار ازاي وداخل الملعب بتدار ازاي. ما ينفعش يبقى انا عندي عنصرين من العناصر المؤثره بالنسبه لي تمام ويبقى هم الدور بس بيقتصروا على الدور الدفاع بس. انت بتخوض في حته دلوقتي مهمه قوي يا كابتن حماده. نعم استخلاص بس ما ينفعش. ما هو كابتن دول بيلعبوا دول اسمهم دول اثنين نص ملعب يعني مش اثنين مدافعين. طب لو عندك من وجهه نظري يعني حد يعني كل الفرق اللي بتهاجم يا كابتن صح بتعتمد على الاثنين اللي موجودين في نص ملعب في الناحيه الهجوميه. بس انا بقول لك ان في قدرات لعيبه متاخده هو ما عندوش الا انه يقطع ويلعب اللي جنبه. يعني انت فاهم ازاي ده ما تطلبش منه ان هو وده مطلوب برضه يبقى عندك وده مطلوب في بعض الاوقات زي زمان كان في دونجا مش عارف في لعيبه اللي هو قوه الاستخلاص عاليه جدا عنده بيسلم ويدي اللي جنبه بس الثاني لا بس الثاني بيبقى عنده سرعه وعنده مهاره وبيقدر يلعب على الجول. هل من تصريحاته دي برضه كابتن يعني مثلا عايز يحسس الناس ان انا مختلف شويه في الطريقه مش دفاعيه عايز يحسسهم ده بالاختلاف ما بين الطريقه احنا حاسينها طبعا الناس كلها حاسه يحسسها للعيبه ممكن يبقى الهدف منه مثلا ان هو قال تصريح لما بقول محاضره وابتدي اقول مثلا محمدي يبقى وينج رايت في وقت مش عارف يبقى انا بدي الفكره للعيبه كلها الاحساسي اللي انا لا اللي انا عندي نزعه هجوميه وعايز اهاجم وعايز اوسع الملعب اعمل انشار جيد صحيح. عايز النني دايما شفت النني النهارده شفناه في اكتر من مكان داخل ال 18 او على ال 18 او رايح ناحيه الشمال مكان ايمن اشرف فده مهم جدا اللعيب يحس ان المدرب من محاضرته هو عايز ايه صحيح. لكن لو انا اقعد اتكلم طول الوقت على اللي انا هدافع ازاي واقفل ازاي واقفل ازاي بيخش عند اللعيب جوه اللي هو انا هلعب هرجع لورا شويه خلاص عرفت عايز ايه هرجع عرفت عايز ايه. طب اقول لكم الهدافين بعد اللقاءات النهارده يعني جاله ده منتخب نيجيريا جايب 6 اهداف وعبد الرزاق او عبد الرازق مهاجم بروندي جايب 5 اهداف وابو صلاح 4 اهداف دول الهدافين. بروندي متصدره مجموعتها تخيلوا على حساب مالي والجابون ب 9 نقاط ومعاهم طبعا جنوب السودان. واضح ان افريقيا بتتغير طبعا بتتغير خالص يعني طبعا يعني مالي والجابون ظهروا او الجابون تقريبا يعني في العشر سنين اللي فاتوا تقريبا كان زمان يعني اقل طبعا لكن الجابون بسرعاتها بقى بروندي ما كانش لها ذكر خالص يعني انا فاكر ان في سان مسيري لعبنا فرقه من بروندي حماده واحنا في كنت بلعب مع وقتها مع المقاولين العرب في بطوله افريقيا كسبناها رقم يعني انت فاهم هناك وهنا وكان مفيش كوره خالص يعني مش اهتماماتهم خالص الفرقه دي بتفرق معايا لما يكون عندها 3-4 لعيبه محترفين بره بيعملوا ثقل جامد في الفرقه زي وقت من وقت راس الاخضر يعني صح برضو طبعا سيرليون طب وسيرليون واجيال بوتسوانا برضه في وقت من الوقت كانت بوتسوانا في وقت من الوقت برضه اوغندا ما دخلش فيها ولا جول بعد 5 مباريات تخيلوا. طب اقول لكم اوغندا مع مين طيب؟ مع مين في المجموعه؟ مهم جدا تعالي يا اوغندا روحي يا اوغندا ساعدوني بقى كده عشان ايه؟ خلي بالك خط صغير ها اعمل حاجه كابتن حشيش صغير كابتن حشيش انت جاي انا اعمل اي حاجه ايوه طيب اوغندا اهي ماشي يا سيدي اوغندا انت عليك حاجه يا سيد ايه اوغندا لا طب معاها لسوتو معاها جزر او الراس الاخضر ومعاها تنزانيا معاش حد معاش حد تلعب لوحدها منطقي تلعب لوحدها لازم ما تدخلش فيها جوال ها ما عندهاش ولا جول جايبه 6 اهداف واسف ما عليهاش ولا جول جايبه 6 اهداف وعليها ولا جول ما عندهاش ولا ما عليهاش ولا جول فطيب المنافسه قليله شويه بس على الاقل هي بس هي فرقه كويسه اوغندا طبعا ما كانت معانا في تصفيات كاس الامم الافريقيه وعملت ماتش هنا نهائي كاس الامم الافريقيه وكان معانا في كاس العالم كاس العالم عملت مباراه كويسه جدا احنا هنا 1-0 تقريبا بعد في جول صلاح ولا 2-1 2-1 يا سيدي 2-1 لا الكوره اللي كانت 2-1 الكوره 2-1 سوري اوغندا 1-0 بالعافيه وتعادلنا هناك غلبنا هناك غلبنا 1-0 هناك غلبنا هناك 1-0 غلبنا هناك رقم 7 لعيب كويس اللي وقف فينا الجول فاكره غلبنا 1-0 هناك طيب بلال اخرج من المباراه النهارده بايه؟ بحاجات مثلا يعني زي ما اتفقنا انها ايجابيه وكل حاجه لكن اخرج منها بايه كمان على مستوى العناصر؟ مين يعني فرض نفسه شويه في الفتره اللي فاتت؟ مين من وجهه نظرك ممكن يبقى له دور اكبر سواء كان من اللعيبه القديمه اللي كانت بتشارك اساسا المنتخبات اللي فاتت او التجمعات اللي فاتت اسف او من اللعيبه الجديده؟ بص انا شايف يمكن النهارده بعد مباراه النهارده وحتى كمان المباراه اللي فاتت واضح ان برده تريزيجيه من العناصر اللي بتثبت نفسها مباراه بمباراه وهو مع المنتخب بشكل جيد جدا. الادوار الهجوميه النهارده اللي بياخدها تريزيجيه والثقه اللي بياخدها تريزيجيه النهارده في النواحي اللي بتكلم عن الناحيه الهجوميه طبعا يعني بشوف برده ان ممكن الفتره اللي جايه يبقى نلاقي دور لباهر محمدي دور انا شايف ان الراجل بيعتمد عليه بشكل ارقام كويسه جدا في اللقاء رغم الهدف الاول اللي انتوا اشرتوا ليه لكن جاب هدف تمام عمل تمريرات صحيحه كتير جدا بنسبه مثلا توصل ل 94% ل 94% طبعا 94%
فبشوف ان هو ده من اللعيبه اللي ممكن يكون لها دور جيد او دور كبير الفتره اللي جايه مع منتخب مصر. دول العنصرين اللي انا يعني شايف ان هم يعني تطوروا بشكل كبير او ليهم هيبقى ليهم اضافات الفتره اللي جايه بشكل كبير، خاصه مع طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مستر اجيري، الطريقه الهجوميه يعني. تمام. بس عايز عندي بس شويه يعني مش عايز اقول تحفظ، بس يعني الفتره اللي جايه بالنسبه ملحوظات الفتره الجايه بالنسبه لمنتخب مصر، زي ما اتكلمت وقلت ان انت عندك الفرق الكبيره دايما يا كابتن بيبقى عندها دكه بدلاء قويه جدا 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 يعني. تمام. منتخب مصر دكه البدلاء كلها عناصر شابه، مفيش عنصر عنده الخبره، ودي ممكن تقابل مشكله مع منتخب مصر الفترات اللي جايه وفي بطوله افريقيا اللي جايه. لو مفيش عناصر عندها خبره يا كابتن هيبقى في مشكله بالنسبه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه في بطوله افريقيا، لان دايما ما يميز الفرق الكبيره كابتن سيد اللعيبه، التغييرات اللي بتحصل اثناء المباراه، ما يميز المدير الفني كمان التغييرات اللي بيعملها اثناء المباراه. فانت النهارده لما يبقى عندك عناصر ما لعبتش قبل كده مع المنتخب بتجرب فيها النهارده، بتدي انطباع للناس ان انا هعمل تغيير، بس تغيير في عناصر لا ما شاركتش قبل كده. النهارده كمان يمكن في حاجه مهمه جدا انا عايز اقولها، ان برده منتخب مصر ما زلنا بنعاني من حته ان ما عندكش فيرود، انت عندك اثنين موجودين، لو انت عايز تجرب وخدت فكره ان انت مثلا هتجيب لعيبه صغيرين فانت عندك اثنين في المنتخب اللي هم بتقدر تستدعي واحد منهم، عندك مصطفى محمد لعيب كويس وعندك منسي. كمان ناصر منسي لعيب كويس ممكن تستدعي واحد منهم، والاثنين سجلوا امبارح طبعا وبيسجلوا مع المنتخب الاولمبي بشكل كويس وبيلعبوا في الدوري المصري وماشيين بشكل كويس. فانت العنصرين دول لابد ان انت تضيف واحد فيهم لقائمة المنتخب المصري، مش هتفضل تعتمد على مروان محسن لوحده، لان انت ما عندكش في منتخب مصر لعيب رقم 9 غير هو مروان محسن بس. فمش يعني فالطريقه اللي بتلعب بيها دي ان يبقى عندك راس حربه واحد بتعتمد عليه، اعتقد برضو دي يعني محتاجه تفكير ومحتاجه تدخل من المدير الفني. طب بلال طرح حاجه في منتهى الاهميه، الربط ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ده مهم جدا يا كابتن حماده، هل بيبقى في تواصل مثلا مستمر مع ده؟ في تواصل كابتن شو غريب طلع اتكلم على يمكن قعد مع مستر اجيري اكتر من قعده، في تواصل حتى اللعيبه اللي طاهر محمد طاهر اللعيبه اللي خدها ومحمد صادق قبل كده كان انضم، هو تابع بشكل كويس الماتش بتاع امبارح مع منتخب تونس الاولمبي، وعينيه على اكتر من لاعب في المنتخب الاولمبي هيبقى لهم دور الفتره الجايه في منتخب مصر. اتكلم النهارده على الحاجات الايجابيه اللي كانت موجوده النهارده، انت عندك الملعب موزون، عندك حلول هجوميه في كل مكان في الملعب. زي ما قال انا مع كابتن بلال في حته برضو عدم قناعه الراجل بالمهاجم بالمهاجمين الموجودين، يعني كمروان صلاح محسن. هقول لك على معلومه مش تعرف ان احنا معانا ناس معايا حد على التليفون شغال مارد 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 بيعرف الاخبار كلها كل اللي سالناه المهندس ايهاب الهيط او كابتن هاني رمزي كله صح، قال لك مصطفى محمد معاهم الماتش الجاي، معاهم المعسكر الجاي. طب كويس، معانا مارد فهو عنده مشكله في المهاجم. يعني كدور الايجابي اللي احنا عايزين نشوف المهاجم بتاع منتخب مصر بقوه الاطراف اللي عندنا، بقوه صلاح بقوه تريزيجيه، محتاج واحد زي نفس القوه عشان لما قابل فريق خصم قوي، محتاج الراجل اللي هو نص الملعب اللي هو صانع اللعب اللي بيعرف يقف على الكره وبيبدا يعمل صناعه اللعب، اللي عنده الرؤيه اللي كانت موجوده قبل كده في عبد الله السعيد اللي اتكلم عليه مفتقدينها برضو. يعني عمرو ورده لعيب كويس جدا ولكن هو قريب قوي من طرف، قريب قوي من تحت راس الحربه، لكن المساحه الرؤيه اللي هي اللي تيجي من تحت اللي انا اقرا الملعب وعندي الرؤيه الواسعه اللي اقدر اشتغل فيها واعمل الاستحواذ مش موجوده عندنا في نص الملعب، ودي عامله مشكله كبيره في منتخب مصر. ولكن عندنا الحلول اللي بتعوض دي من الاطراف، من صلاح من تريزيجيه، عاملين خطوره قويه جدا. لكن لو عندي على نفس المستوى واحد في المنطقه ديت واحد في الناحيه الهجوميه في نفس القوه، لا منتخب مصر هيبقى منتخب صلب وقوي وهو معاه الكوره وهو بيدافع، عندنا قوه، عندنا التماسك الدفاعي والتماسك الهجومي بشكل كويس جدا، اقدر استحوذ واعمل التواصل بين الخطوط كلها بشكل جيد. طيب كابتن حشيش، في نقطه برضه عايزين نقولها سيد، يعني انا شايف برضه من التشكيل الاساسي مع الاحتياطي المحليين بقوا لهم تواجد اكتر، شايفها ايجابي ولا لا؟ شايفها ايجابي طبعا عشان تعمل صفوف ثانيه. في كان قبل كده الفترات اللي قبل كده كان في محترفين داخلين المنتخب لمجرد انهم محترفين بس، انما ممكن ما كانوش بيلعبوا كان مستواهم بعيد. احنا شايفين دلوقتي ان المحليين يعني بص الدكه. طب نبص على التشكيله الاساسيه الاول. فيها خمسه يعني محليين، انت عندك احمد حجازي خارج، عندك احمد المحمدي، عندك محمد النني، عندك تريزيجيه، عندك وردة وصلاح، عندك صلاح، ستة ماشي ستة
ستة. انت ستة. عندك خمسة محلي. خمسة محلين في الاحتياطي بقى. الاحتياطي كله محلي باستثناء سام مرسي وعلي غزال. وعلي غزال وعلي غزال, وعلي غزال. يعني انت فاهم ازاي؟ فبرضه نسبة المحلين ودي انا شايفها برضه حاجة كويسة انك بتلعب, يعني بتلعب او تختار الراجل اللي الكفء اللي ما يبصش الحته دي قديه. طيب مالناش دعوه, هي اللي هي الاحسن طبعا. طبعا الحاله الفنيه بتاعت مين احسن, اللي بره اللي كلهم مصريين وهو ده صحيح, صحيح وده محترف وده محترف. واحيانا بيبقى وده محترف وده محترف بس عشان ده طبعًا محترف طبعًا. بس انت هو بيتكلم على الدوري يعني, يعني الدوري. اللي موجودين في الدوري بالظبط كده, الدوري المصري بالظبط كده. شفت فاهمك ازاي؟ بسلام ازاي بلال, عايز اخد رايك برضو مين اللي ممكن يتم بقى استدعائه, مش بالضروره بقى رقم 9 زي ما انت ذكرت ولا حاجه, لا في الدوري المصري مين اللي انت شايف فيه حتى لو كان بعيد عن الصوره خالص او بعيد عن الاذهان خالص او بعيد عن الرؤيه في الوقت الحالي, لكن من رؤيه بلال كلاعب كره او متابع للدوري المصري او وكابتن حماده وكابتن حشيش, مين اللي ممكن يبقى في الفتره اللي جايه, وخصوصا احنا عندنا وقت لسه انت اول تجمع تقريبا 1000 مارس, يعني لسه قدامك فتره كبيره. بعد الفصل اللي جاي نشوف رؤيه الكباتن مين يتم استدعائه في الفتره الجايه ومين يبقى له تواجد من خلال الدوري المصري في 2018 2019. مكملين معاكم الجزء الاخير من ملعب الاهلي النهارده, الخاص بالتاكيد لمنتخبنا القومي اللي تفوق على المنتخب التونسي من 16 سنه في مباراه رسميه. المباراه الوديه كان مقدور عليها بالتاكيد, لكن بتكلم على المباراه الرسميه من تحديدا من 2002. يقدر المنتخب المصري ان هو يفوز على المنتخب التونسي 3-2, اهداف لتريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح. بلال, كنا بنتكلم على الاختيارات اللي ممكن يبقى فيها رؤيه الفتره اللي جايه لمنتخبنا الاول من خلال الدوري. بص, يمكن هو مستر اجيري يمكن نقل عناصر الشابه, ده معناه ان مفيش عناصر كبيره في داخل الدوري العام يعني برزت بشكل كبير. هدف لا ممكن يبقى هدف ممكن بالنسبة له. ممكن يعني, لكن انا بشوف مثلا محمود متولي لعب الاسماعيلي لعيب كويس امكانياته كويسه, حسام حسن سموحه لعيب برده امكانياته كويسه فرقه كويس رقم 9, وكينو لعب بيراميدز لعيب كويس امكانياته كويس في الدوري المصري برده بالظبط كده. فالاثنين دول انا بشوف ان هم ممكن عناصر ممكن يتم الاستعانه بيهم في منتخب مصر, عندهم الشخصيه داخل الملعب. انت برضو منتخب مصر يعني ده معناه ان انت عايز لعيب عنده شخصيه, لعيب يكون عنده قوه بدنيه ولياقه بدنيه, ولعيب عنده مهاره, ولعيب كمان في مكانه يبقى مميز عن باقي اللعيبه يعني, او يمكن عنده ميزات يعني تخليه له الافضليه او له الاولويه ان هو ينضم لمنتخب مصر. بشوف ان حسام حسن لعيب عنده سرعه, لعيب عنده قوه, بيلعب على الجول بشكل كويس جدا, لعيب هداف بيقدر يسجل اهداف, فده لعيب متميز داخل الدوري العام. محمود متولي برده لعيب عنده شخصيه داخل الملعب, لعيب قوي عنده سرعات, تمركزه جيد جدا في وقراراته جيده جدا داخل المباريات. فدول الاثنين يمكن اللي لفتوا نظري داخل الدوري المصري, ممكن يتم الاستعانه بيهم الفتره اللي جايه. يمكن انا اتكلمت على مصطفى محمد يا كابتن, يمكن انت سيد قلت خبر من شويه قلت ان مصطفى محمد ممكن يكون له دور الفتره الجايه مع منتخب مصر. بقول لك ده يعني ده مارد موجود في المنتخب, فهيقول كل حاجه خاصه بالمنتخب. فبعت لي قال لي مصطفى محمد في الماتش الجاي مع المنتخب الاول المصري. طيب كابتن حماده, شايف حد غير اللي قاله بلال؟ تطرح اسماء غير بص, هي مرحله يمكن اول مرحله اختياراته, ما اعتقدش هغير كتير, لو تغييره هيبقى بنسبه بسيطه لظروف الوقت عنده. هو ما عندوش وقت في اجنده دوليه, ما عندوش وقت خالص, فما عندوش وقت متسع اللي هو ممكن يجرب حد ولا يعمل حاجه. اللي انا شايفه من وجهه نظري, انا شايف اوباما لعيب كويس جدا, حسام حسن لعيب كويس جدا, يعني الاثنين دول انا شايفه الموسم كويس. اوباما عامل موسم رائع وابتدى يتقل بقى, ابتدى هو محور نادي الزمالك, هو اللي بيهاز بيسجل بيعرف يشتغل في رقم 9 اللي منتخب مصر يفتقده, وسنه صغير يعني, هو باختياراته اللي هو عايز اعمار سنيه صغيره. اوباما كويس, السن بتاعه معقول, هو يعرف يطوعه يعرف يشغله داخل في الاتجاه بتاعه يعني شايف انا دولت يمكن اقرب ناس ممكن يبقى متواجدين لو هو بيختار في الاعمار السنيه الصغيره. الاثنين دولت سنهم صغير, الاثنين عاملين موسم كويس مع المجموعه اللي في منتخب الاولمبي مع كابتن شوقي اللي هو مصطفى محمد, ناصر منسي لعيب كويس, محمد صادق ممكن يعني رمضان صبحي طبعا محتاج يلعب محتاج يلعب باستمراريه, هيبقى ليه دور برده معاه.
مصر. عجبتني روح امبارح على فكره. امبارح لسه هقول لك امبارح كان كويس ومندمج مع فرقته، تحس انه يعني بقى له فتره معاهم مش جاي من بره، انت عارف ليه يجي من بره برده على فرقه صغيره وجاي بالمنتخب الاول وعنده احباط وعايز يروح المنتخب الاول، انما كان مندمج معاهم شو غريب عارف يعني صحيح يرجعه بشكل كويس جدا هلو. وممكن من خلال المنتخب الاولمبي يوصل مع مستر اجيري وليه دور كبير برضه. طب كابتن هي الفتره كابتن سيد دي صعبه شويه لان هو مختار كتير قوي دلوقتي، عايز بس الاول يعني في ناس لسه ما خدتش فرصتها، عايز اشوف اللعيبه اللي موجوده اللي هم اعتقد ان هو يعني اصاب في الاختيارات. انت عايز تقول في البدل الاول يعني بص بص البدله مثلا، بص الجداد مين؟ طاهر النهارده تجربه لسه خمس دقايق ست دقايق بس، انا عاجبني لعيب واخده احمد ايمن منصور. واحمد ايمن لازم لعيب كويس جدا، لازم يشوفه، لازم يطمن على صلاح محسن، لازم في عنده اسلام جابر ومحمد يعني واخد ناس كتير لسه ما شافهاش، هو هيفلتر لسه هيفلتر الناس لسه بالظبط كده، اصل ما عندوش وقت خالص، وعنده ماتش النيجر وبعد النيجر التوقف اللي جاي معسكر كاس الامم صحيح، ما عندوش وقت تاني، فما اعتقدش هيضم حد في الفتره دي، لا ما فيش رايح كاس الامم مش بالظبط، يعني لو دخل عنصر متميز قوي خلال الفتره خلاص هو خد رؤيه، حتى مش لازم الماتشات من انتقالات تدريبات، خد رؤيه عن المجموعه كلها الموجوده معاه ولازم يبقى متواجد معاه 23 اللي هيروح بيه كاس الامم بالظبط بالظبط. انا مع حماده في الراي ده ان هو ما عندوش الفرصه ان هو اجنده خالص ياخد اكتر من كده، هو هيطمن على الاختيارات اللي الحقيقه هو غطى بيها برده معظم الانديه، واعتقد ان هم المميزين في الدوري المصري دول. ولو الاجنده في شهر 3 دي ماتش النايجر دوت لو مثلا هيجمع مثلا اسبوع ممكن العب اعمل ماتش ودي بمجموعه ومجموعه العب بيها ماتش النايجر صح، ماتش لو مش محتاج استفاد ممكن ممكن كمان شفت التجربه دي قبل كده، التجربه بتاعت كوبر قبل كده ان برضو الماتشات اللي عملها جه فتره كده راح لعب البودل كلهم مع بعض، وبعد كده يعني لازم برضو اللعيب الصغير ده يخش في وسط اللعيبه برضو الاساسيين بتوع المنتخب. ممكن يا كابتن برضو يعني بشوف ان ممكن يتم اختياره الفتره اللي جايه لما برضو عمرو السوليه، انا شايف ان ممكن يكون له دور مع المنتخب مصر يعني هو كان موجود بالظبط يعني سلوى الاصابه هي اللي بالظبط. طيب اقول رايي انا وبعدين اقول لي بقى حد يختلف او يتفق معايا، اعتقد ان هو في كاس الامم الافريقيه ممكن اختياره تبقى مختلفه، يعني ياخد خمسه من الشباب زي ما قال او ثلاثه من الشباب او اربعه من الشباب لكن ممكن تلاقي احمد فتحي في المنتخب في كاس الامم الافريقيه. انا بقول كده تلاقي وليد سليمان في كاس الامم الافريقيه تمام. في الكاس نفسها بالزبط. في البطوله نفسها بالظبط، يعني هو بيقول لك المرحله بس ممكن يلاقيه في النايجر يعني استعداد عشان ده اللي هو لازم صحيح استعداد، لكن لو ما خدوش في النايجر ما تقملش هو ياخد كاس الامم هيبقى لئيم قوي ما تقملش ما تقملش يعني معلش بس هو لو بيفكر كده خلي بالك انا يعني انا بتكلم بتفكير ممكن كل واحد بيبقى مقسم يا كابتن المرحله او الاهداف اللي عايزها. انا قلت دي مرحله شاف فيها مجموعه وخلصت خلصت هو عايز يعمل ايه؟ عايز يقول لك انا في تصفيات كاس العالم او تصفيات امم افريقيا عايز اشوف اكبر قدر ممكن، لكن في بطوله مجمعه مكونه يعني اخرها 15 20 30 مباراه لا عايز ناس خبره صحيح. عايز ناس تبقى متصدر كاس العالم محتاج خبره طبعا. فاشوف ان هو محتاج تجرب حاجه في كاس طبعا. العالم اشوف طبعا. ان انا ممكن يعني في كاس الامم الافريقيه ياخد عناصر عندها خبرات كبيره جدا ويطلع بها كاس الامم الافريقيه وبعد كاس الامم الافريقيه يرجع تاني يجرب بقى ويشوف خلاص بقى يعني دي مرحله بتتكلم صحيح. على بطولات يعني او مجمعه ومنتخبات قويه وعندها خبرات واحتكاكات فعايز الناس اللي هي ايديها في المطبخ اللي هو المطابخ القديمه اللي هي بتاعه كاس الامم الافريقيه هيبان في التجمع اللي جاي في انا اقول كده ان هو في كاس الامم الافريقيه ياخد احمد فتحي او هيتم استدعاء احمد فتحي ووليد سليمان وعمرو السوليه، لكن اللي انا اقول ان هو ممكن يمن ياخد فرصه اوباما اتفق معاك تماما ان هو ياخد فرصه، حسام حسن اتفق معاك تماما ان هو ياخد فرصه، اسلام عيسى رغم ان يعني ممكن تبقى الحته البدنيه عنده محتاجه لكن بركات كان كده هو قال ما كناش شفت اخر ماتشات ليه قال، لكن هو كان مع ايام حسام حسن كان بيأدي بشكل كويس جدا وكان عنصر فعال مع فريق مصر. هقول لك واحد في الصوره كمان جامد جدا ما تمش استدعاءه خالص لحد دلوقتي بس في الصوره جامد جدا محمد فاروق بتاع بيراميدز حطوا في الصوره جامد جدا وهو يستاهل. محمد فاروق كان قبل كده انضم اعتقد في الفتره القديمه مره او حاجه زي كده انضم يعني مش جديد قوي برضه على المنتخب يعني هو بس راح مره كده وكان حصل اصابه ولا حاجه كويس جدا مع المقاولين ولما راح بيراميدز هو يعني من العناصر عنده سرعات وبرضه طيب عندي سؤال يعني مهم جدا الشغل عليه جدا
يعني في مقوله لعيب دولي ولعيب محلي, وفي لعيب شخصيه ولعيب مش شخصيه, وده بتلاقيها على طول يا كباتن عارفين في المحك او في الماتشات المؤثره او الفاصله او الحاسمه او القويه, هو اللعيب اللي عنده الشخصيه اللي انت دايما بتدور عليه. يعني الشغل من تحت يا كابتن, هنخرج بره الموضوع شويه, لكن هو في اصل الموضوع, في صلب الموضوع, ازاي تبني شخصيه لعيب دولي, ازاي تتكلم مع لعيب دولي, ازاي تعرف يعني تعرف او اسف تعرف تخليه يتعامل مع المواقف ازاي, ازاي تختاره بعنايه, وازاي كمان تتابعه وتتعامل معاه ازاي يا كابتن حماده. هو بص عامه بتلاقي 90% من اللعيبه اللي هي بتتكلم عنها دي اللي هي في المنتخبات, من منتخب الناشئين الشباب منتخب الاولمبي, اتربى في المنتخبات وخاض دي, بيديها خبرات يعني عنده قبل ما يلعب فريق الاول عنده مثلا 60 مباراه دوليه في مختلف الاعمار السنيه بالزبط. ده الشخصيه بتاعت اللعيب الدولي. صحيح. بيجي لك بقى طفرات بقى ناس معينه بتخش ما لعبتش ما مرتش بالتجارب دي. صحيح. بس دول بتلاقيهم قليلين, لكن لما تيجي تبص على كل اللعيبه اللي موجوده دي, اللعيبه دي اللي هي لعبت منتخب مصر, هتلاقي من اشرف منتخبات من الصغر من الشباب. صحيح. كاس عالم مع حجازي منتخب اللي مش ما كانش موجود مصر, ممكن باير محمدي. طبعا. داخل الشناوي منتخبات, المحمدي منتخبات من الشباب, وعمرو ورده منتخبات, عمرو ورده منتخبات, فكل اللعيبه اللي هي. صح. مرت بمراحل بتاعه الناشئين شباب الاولمبي منتخبات, بتلاقي هي اللي عندها الخبره, يقول لك ده الشخصيه لعيب دولي, فبياخدها من اضيف على كده برضو حماده. طب. اللعيبه اللي هي بتاعه انديه القمه اللي هي بتشترك في البطولات الافريقيه. صحيح. لان البطولات الافريقيه برضو بتدي نوع من الدوليه شويه, بتلاعب برضو فرق وبتسافر واحتكاكات ومدارس تانية, فدي برضو بتديك برضو يا بتدي اللعيب برضو بتثقل اللعيب وبتحسسه برضو يعني ان يعني دولي مصغر. يعني بدخلك في الاجواء, فاعتقد برضو انها تلاقيهم معظمهم تكمله لحماده ما قال برضو المنتخبات اللي هو بيكون لعيب منتخبات ناشئين بقى بنى الشخصيه بتاعت الدوليه عنده, وفي نفس الوقت كده انت كده منتخب شباب او اسف منتخب ناشئين شباب اولمبي اول. انا وحشيش اول ناس خدنا كاس افريقيا للشباب, اول فرقه خدت كاس افريقيا في مصر ده سنه كام يا كابتن؟ 81 ضد الكاميرون. ما بلاش الارقام دي بقى. ورحنا كاس العالم, كان اول فريق يروح كاس العالم للشباب. وبعد كده خدنا ثلاث ومحمد حلمي. تفتكر حماد ثلاث كان في حاجه في استراليا باين؟ هي دي استراليا. كاس افريقيا استراليا بطوله الصين. الصين العظيم. يعني ثلاث بطولات ورا بعضها يعني. صحيح. كافئنا كويس قوي اول ما جينا سرحونا. الصين العظيم ده صوره يا كابتن. اول ما جينا سرحونا. لا بس انا طلعت المنتخب الاول. طلعت المنتخب الاول. انا وطاهر ومجموعه مننا راحوا المنتخب الاول مع هيدر جوت. الاول الاولمبي. لا رحنا الاول على طول. طيب يعني احنا بنقول الكلام ده برضو عشان دايما احنا مشكلتنا في مصر عامه يا كابتن حماده وكابتن بلال وكابتن حشيش, مشكلتنا ان عشان السلبيات بتاعه الناشئين ما بتبقاش في وقتها مش زي الاضواء والشهره اللي في الليل الاول. فالناس بتقع في اخطاء كتير قوي, في حين ان انت ممكن تلاقي نفسك ضيعت ثروه ماديه قوميه بشكل كبير جدا من غير ما تحس. يعني تلاقي لاعب مهيئ عنده الصفات والقدرات والامكانيات اللي تخليه سوبر بشكل كبير جدا, لكن تعامل مدرب خاطئ او تعامل يعني مسؤول خاطئ ضيع من النادي او ضيع على منتخب مصر واحد في منتهى الاهميه. عشان كده بقول دايما اختيار المدرب طبعا مهم جدا. طبعا تجيب لعيب اعتزل بتمسكه فرقه ما عندوش خبرات. دي بقى مراجعه بقى يعني لو دخلنا في الموضوع ده, الموضوع ده مهم قوي. قطاعات الناشئين في مصر, الاهتمام بالقطاعات الناشئين في مصر والاهتمام بالمسابقات. انا مش عايز اقول لك ان في كارثه حاصله. كارثه ان تخيل يعني حاجه كده صغيره يعني. الولد كل المفروض يعني كل ما اتدرج في السن يا كابتن بلال بيبقى في منافسه اقوى. تخيل لما ولد يبدا بمسابقه وهو عنده 14 سنه جمهوريه, وبعدين تاني سنه يلعب قطاعات وثالث سنه يلعب منطقه. تخيل بص الموضوع معكوس عندنا ازاي, بدل ما بتكبر بتنزل المفروض منطقه قطاعات جمهوريه. ده اكبر منافسه انك بتقابل انديه الدوري ممتاز في الجمهوريه. كذلك في القطاعات نفس انت بتعكس. تخيل يعني السن اللي انت بتوصل ل 17 سنه بتلعب منطقه. بس في بس الامور الماليه يعني في انديه عندها بس مش قادره تشارك في الجمهوريه تعتذر. تمام. عشان ما عندهاش القدره الماليه. صحيح. اللي هي تسافر طبعا اتوبيسات وبيات وسفر وكلام. ما عندهاش امكانيات ماليه اللي هي تقدر عارف انا ممكن اقدم اقتراحيه, اقول مثلا ان في حد ممكن يبقى سبونسر
بتكلم بجد والله العظيم ثلاثه عشان الموضوع ده مهم جدا. ما احنا ساعات لازم فكرك طبعا يبقى اعلى بكتير من الـ من الـ من, الـ من المرحله. يعني سبونسر يرعى الموضوع ده ويبقى له 20% او 25% من اي لاعب تمام يتم بيعه مثلا. يعني انا مستعد. هو في مشروع اللي عامل سيد الرئيس الالف لاعب موهوب دوت ده هيبقى على مستوى الجمهوريه. بس معلش بص بمسج بس عشان تعرف ان انا والله انا يعني فيك حاجه لله. لا انت جينيوس انت راجل معدينا معدينا في الذكاء يا عم سيد. قال لك المدرب قال لهم في اجتماع الجهاز الفني قال لهم انا بستغرب دوله زي مصر بحجمها ومكانتها تمام اهتمامهم بالناشئين بالشكل ده. معقوله ما فيش منتخب فيه غير واحد مثلا مروان محسن كراس حربه؟ يعني بلد بحجم مصر ومكان مصر وامكانيات مصر طبعًا. فلازم نهتم بالشباب بالناشئين القاعده. طيب كابتن حماده كابتن بلال كابتن حشيش منتخب مصر يستحق الفوز طبعا طبعا بنبارك له طبعا على الفوز والثقه اللي ادهنا كلنا المرحله الجايه ان شاء الله. طيب كابتن حماده كابتن بلال برده كابتن حشيش لجنه المسابقات دلوقتي حالا روح بقى جزء محلي خاص بالنادي الاهلي. يعني بعد تأجيل مباراة السوبر المصري السعودي مع اتحاد جدة وبيان محترم طبعا طلعوا الاتحاد السعودي وبيان طلعوا النادي الأهلي محترم. فبالتالي لجنة المسابقات عملت ثلاث مباريات في الفترة الجاية. يعني الأهلي هيلعب مع الوصل يوم 22 ثم المقاولين يوم 27 مكان مباراة اتحاد جدة ثم بتروجيت في الدوري المصري وتكملة بقى مش عارف يوم 5 ولا يوم 9 وهكذا. يعني الأهلي من وجهة نظر كابتن حمادة في الخمس دقايق اللي جايين دول خلاص بقى يعني اتقفلت صفحة أفريقيا بمرها طبعا. النادي الأهلي متعود حتى لو بياخد بطولة أو بيخرج من بطولة أكيد بيبص بشكل كبير جدا للدوري اللي جاي على طول. بالظبط يستعد بشكل كويس ما الانتقادات اللي موجوده على الساحه مش هتجر النادي الاهلي تبعده عن المنافسه. الاهلي عنده ماتشات مهمه جدا لازم اللي هي المؤجلات بالنسبه له ان شاء الله يبقى يحسم فيها ويبقى يعني الفوز بالنصيب ان شاء الله عشان يخش يرجع تاني في المنافسه في الدوري باذن الله ان شاء الله. كابتن حشيش اهم حاجه الجمهور النادي الاهلي يبقى واثق في ادارته وواثق في القرارات اللي هتتاخد الفترة الجاية منها اتاخد ومنها لسه هيتاخد خلال الفترة اللي جاية دي. يثق في الناس اللي ماسكة النادي الأهلي على أعلى مستوى. الفترة اللي جاية طبعا بتبدأ بمباراة الوصل. مباراة إفريقيا انتهت وإحنا حتى حالتنا دلوقتي مش زي مثلا ما كنا في الاستوديو بعد الماتش. خلاص بطولة وخلصت. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله بطولة مهمة أو نكمل في بطولة مهمة البطولة العربية لا تقل برضو أهمية عن بطولة إفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية مع طبعا وجودنا في بطولة الدوري وإن شاء الله بإذن الله المؤجلات ناخدها كلها ونتصدر الدوري لأن بطولة الدوري السنة دي مع البطولة العربية بطولة الكاس مهمة جدا إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي. كابتن بلال فيش الأندية الكبيرة طبعا يمكن لا تتوقف عند هزيمة أو عند حتى مكسب حتى إن كنت كسبت برضو بطولة أفريقيا فأنت بالتالي عندك أهداف تانية متتالية وعندك بطولات تانية متتالية بطولة الدوري العام بطولة العربية بطولة كاس مصر السوبر. فدايما الأندية الكبيرة ما بتبصش خلاص لورا دايما بتبص للهدف التالي. الهدف التالي بالنسبة للأهلي النادي الأهلي هو أنت عندك فيه أربع بطولات ما زالت موجودة أو خمس بطولات ببطولة أفريقيا اللي جاية كمان ستة أو ستة السوبر السعودي سوبر مؤجل لكن موجود مش ممكن ستة. فعندك بطولات تانية مختلفة أعتقد النادي الأهلي خلاص وطوى صفحة أفريقيا بكل ما فيها. النظرة بعد كده لبطولة الدوري العام الماتشات اللي جاية نظرة بعد كده أيضا لبطولة أفريقيا عندك أول مباراة تبتدي أو مباراتين هتبتدي الشهر اللي جاي. النادي الاهلي ان شاء الله يقدم المردود الايجابي الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. كان في مشاكل كبيره نفسيه طبعا على اللعيبه ومشاكل فنيه اكيد كل ده هيتعدى. النادي الاهلي مرحله جديده مختلفه جمهور النادي الاهلي دايما ورا النادي الاهلي في كل مكان وده اللي بيدي اللعيبه وبيدي الاداره وبيدي المدير الفني سبورت كبير جدا. تاخد النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى مختلفه بالنسبه له. يعني شرحا كابتن حمادة عايز تقول اي حاجه في اطار الدوري في اطار المنتخب في اي حاجه تخص المرحله اللي احنا فيها؟ لا بقول يعني سنة استثنائية على الأندية كلها. الموسم صعب جدا على الفرق كلها زي ما قلنا. السنة الانتقالية بتاعت الأجندة الأفريقية اتغيرت صعب على الأندية. يعني إن شاء الله تعدي بسلام على الأندية والدوري يكمل والأمور تبقى ماشية بالشكل الطبيعي إن شاء الله بإذن الله. كابتن حشيش
يعني انا بس بتوجه للاعلام بكلمه كده ان هو الحده بقى بين الانديه تخف شويه، واللي تصعدت في الفتره اللي فاتت وقبل مباراه الترجي وقبل البطوله الافريقيه عايزين نرجع للاجواء الهاديه تاني والدنيا يعني تبقى كويسه يعني. فكل واحد بقى اعلامي يعني يفكر كويس قوي قبل ما بيقول كلمه. الاجواء في البلد طبعا يعني تهدى شويه ونكمل بقى البطولات بتاعتنا يعني ان شاء الله على خير يعني باذن الله. كابتن بلال، مفيش موسم صعب وكبير وتقيل للنادي الاهلي، يعني مشاركات في بطولات كتيره جدا، اثنين افريقيا، دوري عام، سوبر، كاس مصر، حاجات كتيره جدا. اتمنى سلامه اللعيبه الفتره اللي جايه. لما الموسم بيبقى متلاحم بشكل كبير ده بيأثر على اللعيبه طبعا، لان كمان عندك كمان زي ما قال كابتن حماد عندك كمان بطوله افريقيا كمان في شهر 6، فهيبقى كمان الراحه هتبقى صعبه جدا للعيبه. اتمنى ان شاء الله يا رب سلامه اللعيبه في الموسم ده وينقضي الموسم على خير باذن الله تعالى، ويتحال النادي الاهلي يعني كل البطولات اللي جايه باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن حماد، منورنا. شكرك يا كابتن سيد ومبروك لمصر. شكرا جزيلا يا رب دايما يا رب باذن الله. شكرا كابتن حشيش. شكرا ابو سيد، والف مبروك لمصر ودايما في انتصارات ان شاء الله. شكرا كابتن بلال. شكرا كابتن سيد، ربنا يخليك. يومنا خلص النهارده، يوم طبعا بالتاكيد خاص بمنتخب مصر ومباراته مع تونس والفوز الرابع المتتالي، ايجابيات كتيره وفوائد كتيره ذكرها كابتن هاني رمزي في مداخلته معانا، او المهندس ايهاب لهيطه في مداخلته معانا، وكابتن احمد ناجي في مداخلته معانا. يومنا خلص النهارده على خير الحمد لله رب العالمين بفوز مستحق للمنتخب الاول المصري على منتخب تونس 3-2. نتقابل على خير ان شاء الله الرحمن يوم تاني في ملعب الاهلي، تصبحوا على خير.